هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف علي فأغني وحبيبي والمنى بين يدي. هل ترى يا ليل أحظى منك بالعطف علي. الله الله، أي يسلم لي هالصوت وما أعدم هالبحة يا حق. صدقني لو ما كنت كندرجي يا أبو شكري كان لازم تطلع مطرب. عم تمزح يعني؟ قال حظ أعطيني وبالبحر ارميني، ما في حظ، شو بدي ساوي؟ بصراحة أبو شكري منيح اللي ما عندك حظ بهالشغلة. وليش بقى يا فهمية؟ لأنه بدي إياك تغني لي إلي لوحدي وبس، ما بدي حدا غيري يسمعك. ها ها، هلا أنت عم تحكي جد ولا عم تغازليني مغازلة؟ يو وليش لحتى غازلك؟ في بالعادة الغازل بعضنا نحن، ما في بالعادة. ما عليه شيء، راحت علينا نحن، خلي الغزل للولاد الصغار. من كبر عمري يعني؟ هو صحيح انت اكبر مني بعشر سنين، بس يعني بعمري ما سمعت منك كلمة حلوة. يا من تراك انت اكبر قدر، داحشت لي راسك بين البوابيج والجزم وعم بتغني. وما سألتي نفسك ليش عم غني باستمرار يا فهمية؟ بصراحة لا، عم غني من السعادة يا أم شكري، ولو ما كنت مرتاح معك وسعيد ما كنت سمعتي صوتي، كنت خرست تماما. طيب تقبرني ما فيك تسمعني صوتك بالدلال والكلام الحلو؟ ليش أنا ما عم دللك يا أم شكري؟ مو كتير يعني، جارتنا أم فايز اللي هي أكبر من جوزها بخمس سنين شايفة ومو مصدق، ويا من ترى عم يدللها بالكلام الحلو. بالكلام الحلو؟ مثل شو يعني؟ يعني على طول بيقلا يسلموا لي هالخدود اللي مثل التفاح يا تفاحتي. ايه هيك بيقلا، وبيقلا كمان قريته يسلم لي والله يبارك بهالشفايف اللي مثل الكرز الاحمر يا كرزتي. وبيقلا كمان يسلم لي هالبياض اللي مثل قلب جوزتي الهند يا جوزتي. اعمل هيك مثل ما عم يعمل جوزة. ايه ابو فايز فاكهاني وبيغازل مرته باسم الفواكه اللي عم يبيعها. إيه بس أنا كندرجي، بقى شو بدي أقول لك؟ هاتي لشوف. أقول لك تسلمي لي يا مرقعة يا قديمة، تقبريني يا نص نعل يا أم لسان طويل. هلا هيك عم بتقول أبو شكري؟ شو بدي أقول لك لكان؟ طيب ليش ما بتبوسني مثل ما بيعمل أبو فايز؟ ام فايز قالت لي انه جوزها عطالة والفايتة على البيت ببوسها، ليش ما بتعمل مثله انت؟ بوس ام فايز من خدها؟ عيب يا ام شكري، شو هالحكي عيب؟ ما وصلت لهون. فظاعه شو بتاخذ كل شيء بالمزح والانجله. هلا انت ابو شكري ما عندك جد منه؟ هلا يعني لولا المزح يا ام شكري كانت حياتنا نكد بنكد، مو هيك؟ هلا بزمتك قليلي، نحن ناقصنا شيء؟ لا مو ناقصنا شيء. رضيانه بحياتك ولا مو رضيانه؟ الحمد لله رضيانه. في شيء مضايقه؟ لا يو، شو مضايقني؟ صحتنا وصحه اولادنا موجوده، والرضا موجود، والقناعه باللي قسمه رب العالمين كمان موجوده، بقى شو ناقصنا؟ مو ناقصنا شيء الحمد لله. هون يا عيني عليك، شو اصيله يا فهميه؟ صحيح نحن مالنا اغنياء، بس الحمد لله الرزق مقسوم وعايشين مبسوطين. بيتنا ملكنا والملك لله طبعا، ومصروفنا عم يكفينا، واولادنا عم يكبروا قدام عيوننا مثل الغزلان، بقى شو بدنا احسن من هيك؟ ما بدنا شيء. الله يسلمك ويسلمهم يا حق، ويديمك فوق راسهم وراسي. الله يخليكي. لكن وينك فهميه؟ ايه اسمعي هالغنيه الجديده للانسه لور دكاش. يلا طبعوة على كوانات. ايه مبارح سمعتها عند ابو فايز. اسطوانات كايليفون الان سنور دكاش. امنت بالله، امنت بالله نور جمالك آية آية من الله. امنت بالله نور جمالك نور عجيب يسقي بالقلب اللهيب. نور جمالك نور عجيب يطفي بالقلب اللهيب. يسري بالدمع الصبيب لو رأى ينصر
اللي بدي افهمه يا ابو رفيق شغله واحده وبس، بتمنى انه يلتقى لعندك جواب. شو هي؟ شو قصه هالجيران اللي جنبنا؟ شبهوا يعني ما بيملوا من الغنى والضحك والرقص ليل ونهار، وهن عم يغنوا ويرقصوا ويضحكوا وما في يوم قعدوا فيه ساكتين. طيب انتي شو اللي زعجك؟ الله يسعد الناس. مالي مزعوجة يا ابو رفيق، إيه بس مشتية شي مرة اسمعن عم يتخانقوا او يتعايطوا او يختلفوا، ما بسمعن الا هن عم يضحكوا ويفرفشوا ويتغازلوا. طيب الجماعة متفقين، ليش بدك ياهن يختلفوا؟ اللي بقصده يا ابو شكري انه المرة وجوزها الا ما يتخانقوا ولو مرة بالاسبوع، إيه بس هدول الجيران ما عندهم لا شغلة ولا عملة الا الضحك والفرفشة، مع انه جوزها ابو شكري فقير ومعتر لا او كندرجي كمان. لحد هلا ما فهمت عليكي، لك الجماعة مبسوطين، ليش غيرانة انتي؟ مالي غيرانة، بس معقول يكون في بسط وسعادة مع الفقر؟ ايه ليش لا، شو المانع يعني؟ فعلا غريب. شو الغريب يا ام رفيق؟ يعني بيتهم عتيق وفرشهم عادي وقديم ولبسهم على قدهم، ومع ذلك ليش انت بتعرفيهم؟ زرتيهم ببيتهم؟ ايه انا زرتها مره لام شكري وتعرفت عليها وعلى اولادها. وشلون شفت الجماعه؟ اوادم كتير، صحيح صرنا سنه جيران وما حلنا نعرف خيرهم من شرهم، بس مع هالشي ما اشتكينا منهم ولا مره. سامع؟ سامع ابو رفيق؟ سامع سامع. طيب شو رايك ابو رفيق بالكلام اللي راح اقول لك عليه؟ شو هو؟ الجار ما له حق على الجار؟ طبعا. والمثل بيقول اذا جارك بخير انت بخير. صحيح. وبيقولوا كمان جارك القريب ولا اخوك البعيد. مزبوط. والجار قبل الدار مو هيك؟ ولك فهمت فهمت فهمت. شو قصدك يعني؟ يعني شو رايك تساعدهم لهالجماعه باعتبارك انت تاجر كبير والله باسطه بين ايديك ومغرقك بنعمه، وبيني وبينك انا حبيتها كثير لام شكري، خفيفه الدم وبتفوت لجوات القلب. يا ستي انعم واكرم، بس بشو بقدر ساعدهم؟ ليش ما بتعطي ابو شكري شويه فلوس يفتح له فيهم مشروع ويحسن وضعه ويدلل اولاده ويجبر خاطر مرته؟ هي اشتكت لك او طلبت منك؟ اعوذ بالله، المخلوقة ما جابت سيرة أبدا، بالعكس أم شكري درويشة ومو بعينها بنوب. لكان شو المناسبة؟ يعني عم أقول أنا باعتبارهم جيران فلازم نساعده، وأنت ما شاء الله كان عليك يعني عم تساعد ناس غربة، فجار أولى. وأنت كنت دائما تقلي إنك بدك تتبرع بمبلغ كبير لناس محتاجين على نية طلب الخلفة من الله عز وجل بعد هالسنين الطويلة. صحيح صحيح. وانت قلت لي مره انك ما بتحب تتبرع بمبالغ صغيره لناس كتار، لانه المبالغ الصغيره بتقضي حاجات صغيره وبتنصرف بسرعه، اما المبلغ الكبير اذا انعطى لشخص واحد ممكن يستفيد منه استفاده كبيره ومهمه هو مرته واولاده، بجوز يقلب حياته فوقاني تحتاني. كلامك صحيح يا ام رفيق، صحيح. بقى شو رايك يا ابو رفيق؟ يا ستي أنا ما عندي مانع ساعدهم، بس هني ما طلبوا المساعدة. بجوز لأنه ما رح يخطر ببالهم يطلبوا مبلغ كبير. طيب قديش فكرك نعطيهم؟ يلي بيطلع من خاطرك، وعمل الخير ما بيروح ضيعان. قولتك ما بيضيع شي عند رب العالمين، 550 ذهبة ما رح يفقروني، بس بجوز يغنوا عيلة أبو شكري. لك روح الله يطعمك اللي ببالك يا أبو رفيق، ويديم المعروف بين الناس. يلي نويت تشغلني طاوعني وابعد عني، ان حبيتك ابقى يا ويلك من حبي. الله يعطيك العافيه ابو شكري. اهلين وسهلين. الله يعافيك. اهلا وسهلا. تفضل عود. لا شكرا مستعجل، بس معلمي ابو رفيق عاوزك تروح لعنده اليوم عبيته. ابو رفيق جارنا؟ اي نعم. والله هو إلنا الشرف، بس يا ترى شو بيريد مني؟ عندك فكره؟ لا والله ما قال لي. وإمتى بده ياني زوره؟ هلأ إذا كنت فاضي.
طيب اصبح بعد نص ساعه بالكثير بكون عنده باذن الله. ايه السلام عليكم. اتفضل اشرب قهوه، مو حلوه هيك تروح بدون قهوه. معلش مستعجل. السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. وعليكم السلام والاكرام. ابو شكري، مين كان عندك تقبرني؟ جارنا ابو رفيق بعت لي خبر زوره. وانا معك يا قلبي. لا ما قال هيك شيء، بس انا شو اللي فكروا فينا على غفله هيك يا بعدي؟ الله اعلم. بس وينك تقبرني؟ ما حلوة تفوت لبيت أبو رفيق بدون ما يكون بين إيديك هدية. صحيح والله، بس شو بدي أهدية ترى؟ خد له شي كندرة غالية من جلد البقر، من هدلون اللي بتشتغلن للأغنية. الحق معك، أصبح روحي جيبي لي كندرة جديدة لامعة. روحي لقلك عربين ما جاهز حالي. حاضر تقبر قلبي. وينك؟ عطيني جاكيت المخطط الجديد الله يرضى عليكي. إيه بتأمر أمر تقبرني. يا عبايا حلوة عباتي. الحمد لله. زود ابو شكري، زود، ما حدك ترفع ايدك يا سيدي. ديارك عامرة والحمد لله. ان شاء الله صحتين. وانا على قلبك ان شاء الله. بدي اسألك ابو شكري. نعم سيدي. كيف الشغل معك؟ والله نعمة كريم، ماشي الحال. من رضي عاش ابو رفيق. يعني عسل مردود والربح كتير. يلي بيرضى بيعيش يا أبو رفيق، ساترها المولى. الحمد لله الحمد لله. يعني مبسوط؟ الحمد لله وله شكر على كل حال. بالمناسبة يا جار، أنا حابب هيك أهديك هالهدية البسيطة وأرجوك تتقبلها مني. يعني ما تردني بالخيبة، الله يعزك ويسترك. بس يعني بتعرف الواجب واجب، خاصة أني هي أول مرة بزورك فيها ببيتك. هدية؟ شو هي؟ صباط، الله يعزك، صباط شغل ايدي. شكرا يا ابو شكري، والله ما كان في لزوم. ولو واجبك غالي، الله يعزك. الله يكرمك. ايه ابو شكري. نعم سيدي. بدي اسالك، انا دائما بسمعك عم تغني وتقول شعر. ايه والله. طيب. بحب الشعر كثير. شو راح تسمعنا بهالجلسه؟ راح اسمعك شعر حلو كثير. وهالابيات اللي راح سمعك اياها معلقه على لوحه فوق فرشتي من كتر ما حبيتها. هات لنشوف. هذا حذاء فائق بجماله، لم يلبس العظماء منه اجمل ذو منظر، لو قام ينظر فيه من فقد الشهيه لاشتهى ان ياكل. ان الذي في الناس يلبس مثله أهل لأن يدعى الوجيه الأمثل. حلو حلو كتير يا أبو شكري، شعر ضمن مهنتك. إيه والله ضمن مهنتي. إيه أبو شكري. أمور يا أبو رفيق. أنت إنسان طيب وجار عزيز، والخير والطيبة مرسومين على وشك رسم. الله يبارك فيك يا وجه الخير، هذا من معدنك الأصيل. لأنه الطيب بيشوف الناس طيبين، والخبيث بيشوف الناس خبسة وأرزال. آها، ولأنك إنسان طيب أنا حابب ساعدك. تساعدني؟ بشو بدك تساعدني؟ أنت عندك ماكينة خياطة جلد بالبيت وبتشتغل عليها وما عندك محل، ما هيك؟ صحيح. شو رأيك أعطيك شوية مصاري حتى تحسن وضعك فيهم؟ تعطيني مصاري؟ إيه، أنا رح أعطيك شوية فلوس ويلي بدك يا أعمل فيهم. إيه بس أنا يا أبو رفيق. اسمع مني ولا تقطعني، انا رح اعطيه 550 ذهبي حتى تشتغل فيهم وتصلح امورك، وانت بعدين انا ربحت وجاك مردود وحبيت ترد لياهم ردهم، واذا ما حبيت الله يسامحك، وانا ما رح اكتب بيني وبينك لا وصولات ولا اوراق. عفوا، قديش قلت رح تدفع لي؟ 550. كمان عفوا، 550 شو؟ 550 ذهبي. اخ يا جماعه، لا اول مره بدوخ، مع انه لا تعبان ولا مرضان. بشكري 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 بشكري. نعم. جيب لك كاسه ليمون. لا مش الحال، ما في لزوم. اللي بقى شو رايك؟ شو قلت؟ بدك تساعدني ب 550 ذهبي؟ قليل يا ابو شكري. قال قليل، قال بدي نص مليون سنه حتى اجمعهم انا. بتستاهل يا ابو شكري، بتستاهل. أملت لي. كم ولد عندك ما شاء الله؟ الله يعزك، عندي شكري وشريف وشاكر وكلهم صغار بالعمر. الله يخلي لك ياهم. شوف يا ابو شكري، الله سبحانه وتعالى ما طعمني خلفه، وسميت حالي ابو رفيق تفاؤلا، لكن رفيق
لسه ما اجى. مال عندي، تجارة عندي، بس الشيء المفقود هو الولد. وأنا حابب تقربة من الله تعالى أني كمل لك سعادتك بالفلوس، لأنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والسعادة ما عم تكمل معي. فإن شاء الله، إن شاء الله تكمل معك. يا سيدي الله يعزك ويرفع مقدارك ويكتر من أمثالك بهالبلد. بس يعني يا أبو رفيق 550 ذهبة ثروة كاملة. مو كتير على واحد مثل حكايتك. بس يعني أنا يا أبو رفيق. صبحي صبحي، هذا الصندوق لهون، هات. الله يعزك. وهي الذهب قدامك يا أم شكري، 550 ذهبة عدل ورخدا، هدية من الله عز وجل. زرختي يا أم شكري، لك زرختي، افرح يا قلبي، لك نصيبتي بلغ مناك ويا الحبيبي، افرح يا قلبي. لك شو بك يا فهمية؟ ليش ساكتة؟ أبو شكري، تقبرني شو بدك تساوي بهالذهبات؟ هلا خلينا فرحانين، بكرة منفكر كيف بدنا نتصرف فيهم. أنا خايفة يا أبو شكري. خايفة؟ خايفة من شو؟ المال مال حلال، لا لنا سارقينه ولا لنا نهبينه. يعني أنا خايفة إنك خايفة من شو؟ ليش سكتتي؟ خايفة إنه القصد يا أبو شكري إنه بعد ما صار معك الذهبات، يعني إنه ولك شو بك يا عم تقولي كل ساعة جملة مثل بعر المعزه؟ شفت شلون صار كلامك معي؟ بعد ما كان عسل وسكر صار مثل السم الهاري. شفت شلون المصاري غيرتك؟ إيه ما حلا تغيرني، هلا لسه جبتها من الزلمة. بقى لا تنزعي علينا فرحتنا وخلينا مبسوطين، الله يرضى عليك يا فهمية. صراحة يا أبو شكري أنا خايفة إن المصاري تخليك تتجوز علي. تتجوز عليكي؟ إيه هيك رجال بمجرد ما يصير معه المصاري وذهب بيفكروا يتجوزوا. إلا أنا، أنا ما بفكر غير ببيتي وشغلي وأولادي ومرتي. صحيح تقبرني، بس مرتك لما حبيتها وتجوزتها كانت حلوة كتير، بس هلأ يا حسرة. بالعكس، أنت مثل القمر بنظري يا فهمية. عن جد عم تحكي أبو شكري؟ طيب احلف لي. لا لا لا، ما بيجوز احلف على الطالع والنازلة، الحلفان حرام. تعالي هلأ، تعالي حتى نعد الذهبات. تعالي لقلي. شفت شلون عم تتهرب مني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا يا فهمية لساتي محبك مثل الأول وأكثر. تعالي تعالي حتى نعد الفلوس. خذي هالكمشة أنت وأنا بعد هالكمشة. إيه صار عندك فلوس يا أبو شكري؟ إيه صار عندي فلوس. وشو الشغلة يعني؟ بس المصاري بتخوف يا رجال. لا لا ما بتخوف، بس المصاري بتخليك تفكر إنك لك علينا، خلصينا من هالنغمة هلا. شفت شلون طلع خلقك علي؟ امبارح لما كنت فقير ما كان خلقك يطلع علي. العمى، شو صار لك؟ فعلا ما بيلبق لك تعيش عيشة أكابر أنت. أنا ما بيلبق لي عيش عيشة أكابر؟ لك شو شايف بي قدامك؟ شرشوحة مثلك يا كندرجي؟ ولا عيني فجعانة مثلك يا سكافي؟ هلا ضبي لسانك انت أمك وحاجي أخذوا عتبة. لك عم بتسبني يا منظوم؟ عم بتسبني يا ابو الكنادر والصبابين؟ طيب انا بورجيك من هلا ورايح. ايه سدي سدي حلقك وحاجتك عياط، عيب عليكي، يخرب بيتك على هالجاعون. يلا ود ما سديته شو بدك تعمل بعدي؟ بدك تسكتي غصب عنك. لا ما بدي اسكت، وعلي اللي بدك يا لشو. لك اسكتي. ومن عندك كنت تردي بوشي يا حرمه. هي سامع سامع، هي اول مره بسمع فيها جيراننا عم يتخانقوا. كبر القمر وتدور ونسي زمان الأول. طفي الضوء أبو شكري، ما فيني نام والضوء شاعل. يلا يلا رح أطفيه. صباح على خير. وأنت بخير أم شكري؟ أم شكري؟ نعم. سمعتي حركة شي؟ لا ما سمعت، طفي لي هالضوء. ما سمعتي حركة غريبة؟ شبك أبو شكري عمل لك ما سمعت، بجوز الأولاد عم يتحركوا بأوضتهم. في الضوء. ايه حاضر حاضر. لك شبك ما طفيت الضوء؟ عمل لك نعسان كتير، طفي وخلصني بقى. لك طيب طيب، تصبح على خير.
شفري لك سرقت. سمعتي مثل ما سمعت؟ لك عم لك ما سمعت شيء. خلصتي نام لك تهبانة من نعسي صبرا جميل وبالقلب. تعال تفيد طلع من لك. طيب حاضر. أبو شكري مين؟ ليش نايم برا على الكرسي؟ ما بعرف يا أم شكري، سمعت أصوات غريبة. صبرا جميل وبالله المستعان، أنو صوت هي؟ صرنا ساكنين بهالبيت 18 سنة وما سمعنا صوت. بعدين بعمرك ما نمت برات تختك يا أبو شكري. قلي شو صاير عليك؟ ما بعرف، بس خايف حدا يطمع فينا وبذهبنا يا فهمية. ولك شبك يا أبو شكري، الدنيا أمان. شو الدنيا فلتاني؟ بس هلأ صار عنا ذهب يا أم شكري، مو سرامي وبوبيج. ايه صحيح، نسيت انه صار عنا ذهب. لك يا محلى الصرامي والبوابيج. بتعرف يا أبو رفيق انه ما عدنا سمعنا صوت أبو شكري عم يغني. حتى أم شكري ما عاد الضحكة الضحكات عالية مثل عادتها، مو غريبة؟ فعلا شو قولتك؟ مرضاني؟ جائز. لا ومبارح طول الليل وضوون شاعل، بالعادة هنن بيناموا بعد المغرب مثل الجاج. قولتك شو قصتهم؟ الله أعلم. يا ستي أنا فكري افتح معرض أحذية. أبو شكري وقف عندك واسمعني قبل ما تكمل. تفضلي هاتي لشوف. يعني فكرة المحل أمني إياها من بالك منو بنو. وليش بقى؟ أنا فكري يا أبو شكري يعني إنه نبيع هالبيت ونحط فوق حقه مصاري ونشتري بيت أكبر. وليش لحتى نشتري بيت؟ هاي الله طاعمنا بيت وساترنا والحمد لله. لا بتسمي هالقن الجاج اللي احنا ساكنينه بيت؟ إلا كان شو هاد زريبة بقى؟ لا حبيبي لا، إذا بدك تتصرف بالفلوس البيت أهم شيء. يا فهمية، المحل إذا فتحناه بيجيب مع المستقبل تمن بيت، بس ما حدا بيحط فلوسه كلها بحيطان بيت وبيفتح تمور الهواء. لا ولا سيما إنه نحن ساكنين ببيت ملك والملك لله. أولادك عم يكبروا يا أبو شكري، وكل واحد منهم صار بده أوضة لحاله. على عيني، بكره من ربح المحل بنبقى بنشتري بيت. ايش مفتكر حالك صغير انت التاني؟ لسه بيقول لي بكره وبكره. امتى بده يجي بكره دخلك؟ بعد 20 سنه؟ ما بتعرفي يا فهميه، الشغل توفيق من رب العباد. لا سيدي، محل ما في. ليش الشغل على كيفك ولا على كيفي؟ ليش انا ما لي راي عندك يا ابو شكري؟ ولا بس بتاخذ رايي بتفصيل الصرامي؟ معلوم يا عمي، صار عندك مصاري وصرت تحكي. أم شكري اخزي الشيطان واحترمي جوزك وخلي كلامك موزون. ليك أنا كلامي موزون من يومي. ولمعلوماتك أبو شكري، أنا بدي أساور ومباري وبدي حلاق وخواتم وبدي حياة وملويات وجنازير. بقى يكون بعلمك هالشي ودبر حالك ولا تبعزق بالمصاري هون وهون. أيوة. ولك أم شكري أنت من طول عمرك بنت مساكت، شو صار لك على غفلة؟ انفشعتي هالفشعنة كلها؟ العمى ضربك، تقولي صرتي مثل الغولة وبدك تكوشي على كل شيء. لك يا أبو شكري، أنا غولة؟ غولة وستين غولة وطبعة كمان. ولمعلوماتك أنا الرجال والمصاري مصاري مو مصاريكي. هلأ صارت المصاري مصاريك يا شحاد يا عدبوني يا فقير؟ إيه نعم مصاري. إني حل صار عندك مرأة وصرت تحلق الطلاق؟ مثل ما عم فهمك، الفلوس فلوسي وبدي أخذ كمان الفلوس اللي مصمطيهم
وبدي افتح المحل. نقلتي ايه ونقلتي لا. نعم نعم بدك تاخذ فلوسي. فهيم والله. اخرسي اخرسي وبلا كلام بلا طعمه. لك لا ما بدي اخرس، انا ماني خايفه من عيادك. اخرسي ما بدي اخرس، وبعدين انا ماني بحاجه لمصرياتك، بس بدي اشوف تفكيرك الخبيث لوين بده يوصلك. لك انا عم بشتغل لصالح العائله كلها مو لصالحي بس. لصالح العائله لك يا عم. لا لصالحك وبس، وانا انكشفت على حياتك لك ابو شكري. لك اخرسي بلا شعاره. لك بعد ما بدي اخرس. لك اخرسي انت. لك انت بتعرف تشتغل بالصرامي وبس، ما بتعرف تشتغل بالذهب. لك انت كنت تنبحتي علي هالبحتين. وكبر القمر والدوار. معقول؟ معقول اللي عم اسمعه؟ معقول الحمامة تنقلب بومة؟ وليش مستغربة؟ معقول الفلوس تغير النفوس؟ لا استغربي شي، كل شي معقول. الفلوس بتقلب الحمار غزال والغزال حمار. أهلين وسهلين بشكري. يا ميت مرحبا. يستر عرضك ويخلي لك مرتك ويطعمك الخلفه والخلف. قبل الكلام وقبل السلام، تفضل خود هي فلوسك وريحني. الله يريحك دنيا واخره. خير يا ابو شكري؟ شو في؟ ما في شيء، بس خود مالك عني وانا بألف خير من الله. طيب ما بدي اعرف شو السبب. يا ابو رفيق، انا رجال درويش، كنت غني وارقص ونام مرتاح وفيق مرتاح وسعيد بحياتي مع مرتي. ايه وهلا شو اللي صار؟ يلي صار انه المال حرمني النوم وجلب لي الهم وسرق السعاده من بيتي. ولك مرتي يلي ما كانت تسترجي تطلب مني طلب وقانعه بعيشتنا وبوضعنا، صارت تبهدلني الصبح وتسبني المساء. بقى بترجاك رجع فلوسك لعبك مشان ترجع السعاده لبيتي، وطول عمره شحي بلا سرايا. هيك افضل، اريح لراسي. ام حمدي ام حمدي. ام حمدي خير ابو حمدي؟ شوفي شو خير؟ يعني صار لي ساعه عم عيط لك، وينك؟ ما سمعتي؟ لا ساعه ولا معه، اول ما سمعتك عيطت لي جيت راسا لعندك. المهم ليش معصب؟ من شوي سمعتك وانت عم تغني ومبسوط، بقى شو اللي قلبك هيك؟ وين التفاحة اللي كانت هون؟ ليك هون قدامك. لك شو مفكرتيني اعمى ما بتص؟ انا ما عم اسألك عن الشجرة، عم اسألك عن التفاحة اللي كانت على الغصن هذا هون. ليش هون كان في تفاحة؟ ايه كان في تفاحة، وتفاحة هالقد قد كبيرة كمان. والله ما بعرف، الله وكيلك ما مديت ايدي عليها. لكن وين التفاحة؟ طارت؟ لا أيو، شو طارت؟ ليش التفاح بيطير؟ لا التفاح ما بيطير، بس بجوز عقلك من مخك طاير من زمان. روحي بعتيلي حمدي، بعتيلي حمدي بسرعة، لساتك هون. رايحة، بس انت يعني على شو ضايج هيك؟ لك يا خيتي خفي رجلك. طيب خير يا مو، شو بك عم ترجع بتنهتي؟ ابي صار له شيء؟ لا طمن ابوك بخير، طمن. بس معصب كثير ومتضايق وقال بده اياك. ومن شو معصب؟
بعرف، قال في تفاحة على الشجرة ناقصة. وهي على هالنسوة، وين هو هلا؟ عند الشجرة اللي زرع جدك. امسكي يا ماما امسكي. العناين، وهون كمان ناقص تفاحة، وهون كمان ناقص تفاحة بعد. أخ أنا فرجيك يا حمدي، أكيد غافلوك الحرمية بالليل ودخلوا البستان واسترقوا التفاحات. الله في يا بي. لك وين كنت؟ وين كنت الحرمية نزلوا على البستان واسترقوا التفاحات؟ أنا ما نبهت عليك لما بيكون دورك بالحراسة تفتح عيونك مليح؟ طمن يا بي، ما حدا سرق شيء. شلون ما حدا سرق شيء يا خيي؟ قال ما حدا سرق شيء. قال شو بدك تكذبني يعني؟ من هالشجرة وحدها ناقص 4 تفاحات، والله بيعلم شو ناقص من بقية الشجرات كمان. مزبوط يا بي، ناقص 4 تفاحات بس مانهم مسروقين. شوف إذا أكلتهم أنت صحتين وعوافي على قلبك، بس كمان لازم تقلي مشان ما يغلق قلبي عليه. لا يا بي أنا ما أكلتهم. لك وينه؟ ابو حسين معاون رئيس المخفر كان عنده جوله مسائيه ومر لعندي، شرب كاسه شاي وقطفت له شويه تفاح وشويه عنب وحملته ياهون ونسيت خبرك. انت ضيفته ياهم ولا هو اخذهم غصبا عنك؟ لا يا بي شو غصبا عني، انا ضيفته ياهم ضيافه. اذا كان ضيافي معليش، بس اصحك يا حمدي اصحك تخلي حدا يمد ايده على شجره وحدي من شجرات البستان بدون اذنك؟ اصحك ومين ما كان يكون، مفهوم؟ مفهوم يا بي مفهوم. وثاني مرة لما بدك تضيف حدا خبرني فورا. حاضر يا بي حاضر. ماشي الحال، خلصت تحويض الأرض تحت الشجرات؟ لسه يا بي ما خلصت. لكن ليش تركت شغلك؟ مشان اجي لعندك يا بي، امي قالت لي انك عاوزني. اروح ارجع على شغلك قوام، يعطيك العافية بي. الله يعافيك يا بي. شلون لقيت لي الشجرات سيدي؟ طيبين منين سارقونه لك ملعون؟ لا ليش في بالعاده؟ يعني بالله انت بتسرق الكحل من العين. خايف قول انه انا تلميذك تقوم تزعل مني. منيح اللي ما قلتها لانه كنت زعلت كثير. خذ سيدي تفضل، دق لي هالفخذ من ايدي. كول راح اخذ هالفخذ بس ما راح حل عنها. وحتى تقول لي منين جبتوا لي هالجاجات؟ وحياتك على المصب مالي سارقون يا سيدي. لا تحلف بحياتي. لك انا بحلف 50 يمين انك سارقه. ولك انت تلميذي وانا بعرفك يا ابو حسين. ايه بس هالمره فعلا ما لي سارقون. لكن منين جبته؟ هذا يا سيدي الصبح وانا جاي بدي افتح باب المخفر لقيت جاجتين عم يتنقروا قدام الباب، والظاهر كانوا عم يتنقروا على حبه درة. واحدة من الجاجتين اشتكت لي وقالت لي دخيلك دخيلك يا ابو حسين، حقي من الجاجه الثانيه خدت لي اياه حبه الدرة الي، وهي اللي خطفتها من نص من قاري. ايه وبعدين؟ قمت دقيت ايدي على صدري وقلت لها لعيونك مستحيل حدا ياكل لك حبتك، ومديت ايدي على الجاج الثاني ومسكتها وحطيت الكلبشات برجلها. قامت يا حرام صارت تبكي وتعيط وتقول لي انا بريئه والله العظيم بريئه، والله الحبه الي بالاصل الي، والجاج الثاني هي اللي خطفتها واخذتها مني. قمت مديت ايدي على الجاج الثاني ومسكتها وحطيت الكلبشات برجلها. وبعدين؟ بعدين اخذتهم على النظارة وقعدتهم هنيك ساعتين، بعدين عرضتهم على المحكمة، وهنيك القاضي حكم عليهم بالإعدام. قمت أنا جبت السكين ونفذت فيهم حكم الإعدام فورا. يخرب بيتك، ضحكتني من كل قلبي يا أبو حسين. وبتقلي مالك سرقه؟ إيه طبعا، لأنه هي لا تعد سرقة، الجاجات من تلقاء نفسه نجوا لعندي يستجدوا فيه، بقى معقولة طالعهم مكسوري الخاطر؟ لا طبعا، بينخرب ميزان العدل بعدين. لك يسلم لي اللي بيفهم يا سيدي. ولك شبعتني من الضحك، الله لا يعطيك العافية. يعني
ما ضل شي ابني صغيري هون ولا هون فاضية خرج تفاحتين زراف طعمتهم بتطير العقل على قد ما طيبين. إذا كان مثل ما عم بتقول بيلتقى له شي قرنة بالخواصر. لكن قلت لي يا أبو حسين إنه الجاجات إجوا واستنجدوا فيه. الله يرحمهم، لو انتظروني ما كنت عدمتهم أنا، كنت أخذتهم بمنتهى الحنية على سوق الجاج وبعتهم هنيك. هات هات شوف التفاحة. تفضل سيدي، دير يا التفاحة. شلون لقيته سيدي؟ طعمتهم طيبة ما؟ ما في ألذ من هيك، وريحتهم بتاخذ العقل. هدول التفاحات حصتك، أنا أكلت حصتي. ومن لك هالتفاحة؟ لا تقول لي كمان اجوا لحتى يستنجدوا فيه وقالوا لك دخيلك يا ابو حسين دع كلنا. لا سيدي، هدول ضيافه من حمدي. مين حمدي؟ حمدي ابن ابو حمدي يلي عنده بستان باخر الضيعه. هلا ابو حمدي طالع عنده بالبستان هالتفاح والفواكه؟ اما شو موسم طالع عنده يا ابو تيسير بشهي ما شاء الله، الشجر حامل من عيونه. وكم تفاحه ضيفك لحتى شلت لي حصتي هالقد؟ هدول اللي قدامك نص الكمية يلي ضيفني اياها بالضبط. ايه تضرب من بين التلاميذ، ولك قد ما علمتك ما رح تتعلم. ليش سيدي؟ لانه لو كنت انا محلك يا اجدام كنت خليت كل التفاحات الي وما دوقتك منهم ولا تفاحة. هو انا حبيت اعمل هيك بس بعدين بصراحة خفت. ومن شو خفت بقى يا معاون رئيس المخفى؟ خفتي قابلك حمدي شي يوم يسألك عن طعم التفاحات. وليش لا يسألني حمدي عن طعم التفاحات طالما مضيفك ياهن إلك؟ لأنه احكي ولا لأنه شو؟ لأنه من بعد ما ضيفني شوية قلت له لازم تضيف شوية لرئيس المخفر مو حلوة. قام فعلا دوبلي الكمية. اعترف وقول هيك من الأول. عم تبخششني من كيسي يا تافه؟ العمل يضربك ما أرزله. يعطيك العافية يا أبو حمدي. الله يعافيك. نعم شو بدكم؟ خير؟ ضرايب وأخذتوا، شو لكم عندي كمان؟ ما بدنا منك شي، بس جايين نسلم عليك. والله إذا جايين مشان السلام سلمته ومشي الحال. الله معكم، أنا مالي فاضي للأخذ والعطاء، عندي شغل. ما شاء الله، باينتو موسم الفواكه عندك شي كويس كتير السنة يا أبو حمدي. نشكر الله ونحمده. وسمعت كمان إنه طعمة الفواكه غير شكل عندك السنة. نشكر الله ونحمده. وسمعت إنه كمان هلأ شو بدك تعمل لي إياها كويني يعني؟ سمعت وما سمعت؟ أنا مالي فاضي الله يرضى عليك اسمع شيء، عندي شغل الله يرضى عليكن. لا لا يا أبو حمدي لا، هيك بتستقبل ضيوفك؟ نعرفك غير هيك، نعرفك إنسان طيب وشك حامل الضيف، فليش عم تقلعنا؟ هلأ ممكن أعرف بالمختصر المفيد، شو بدكن؟ اشتقنا لك وجايين نشرب كاسة شاي عندك. يعني ولو أني ما بحب شوفتكن ولا القعدة معكن، بس أهلا وسهلا، اتفضلوا لشربكم كاسة شاي، تفضلوا. تفضل ابو تيسير. يسلموا هالديات يا حمدي. تفضل ابو حسين. شكرا يا حمدي. تفضل يا ابي. لا بي ما بدي اشرب، اشربها انت. شايات معتبرات. صحتين وهنا. ما شاء الله هالبستان حامل من عيونه. نشكر ونحمده على خيراته. ويا ترى شلون طعمة هالتفاحات؟ طيبين وزراف مثل شكله؟ قوم يا حمدي انت وابو حسين حوشوا لنا سحارتين تفاح لحتى ندوقه. تامر ابو تيسير. وقف عندك! اصحك تمد ايدك على تفاحه واحده والا قسما عظما بضربك بها المجرف في ضرب بجعل الله ما خلقك. لك شبك لك ابو حمدي؟ شو نسيت فين نحن؟ لا والله ما نسيت. انت رئيس المخفر وهذا معاونك ابو حسين ومفروضين على الضيعه فرض. يعني هلق اذا قلعوكم من الخدمه بجوز ما تلاقوا واحد يقول لكم مرحبا
أو يعزمكن على كاس شاي. الله عليك يا أبو حمدي، شو حكاياتك زراف. يلا أبو حسين، يلا حمدي، روحوا عبولنا شي سحارة تفاحة تندوقن، شو بكون واقفين؟ يلي بمد إيده على تفاحة وحدي بدي أكسر له إياها وحمله إياها. لا يا أبو حمدي، هيك راح تخليني أزعل منك. ها وأنت بتعرف قديش زعلي صعب. بتزعل بترضى ما بيهمني، جدي الكبير دفع حياته ليحمي هالبستان وما يخلي حدا يمد ايده عليه. شاف مرة واحد من الجندرمة عم يسرق تفاحة وحدي، بتعرف شو عمل فيه؟ شو عمل؟ دحش له التفاحة بتمه دحش وخنقه فيها. سمعان بهالقصة، ويوم تعدموا لجدك الكبير من شان هالجريمة وراح بكيس حاله من شان شقف التفاحة. وأنا حياتي بعد ما هي أغلى من حياة جدي؟ عم تفهم هالحكي يا أبو تيسير؟ طول بالك يا أبو حمدي، الشغلة ما وصلت لهون. بعدين سحارة التفاح ما رح ناخده قلنا، كل ما هنالك إنه القائم مقام سمع عندك بستان تفاح ظريف، فوكلنا بمهمة إنه نجيب له سحارة من عندك لحتى يدوقها. وأنا برأيي ما إلك مصلحة تزعل القائم مقام. شوف يا أبو تيسير، لا تهدد، أنا ما بخاف إلا من يلي خلقني، وما حدا بيزعل من الحق، والقائم مقام ملوش حق عندي أبداً. الضرائب عم ادفع لكم اياها اول باول، وغير هيك ما لكم عندي شيء. روق ابو حمدي، خلص ما بيصير الا اللي بدك اياه، وما رح ناخذ حبه تراب الا بعد اذنك وخاطرك. فاذا بتتكرم علينا بسحاره التفاح بيكون يكتر خيرك، واذا ما بتتكرم علينا كمان يكتر خيرك. ها هلا صار الحكي غير شكل. يا حمدي الله يرضى عليك، روح عبي ثلاث سحاحير تفاح، واحده للقائم مقام وواحده لابو حسين وحدي لأبو تيسير. روح. حاضر يا بي. لك يا هيك الكرم يا بلا، ولك على عيني شواربك. ماشي الحال، بس تعبوا سحاحير خدوهم وتيسروا، أنا بدي أرجع أسقي المزروعات. لك الله يعطيك العافية. حطهم هون يا بي، حطهم هون. أيوة يلا روح شوف شغلات. يخرب بيته معي بس راسه، العمى بقلبه العمى. أنا بحياته ما حدا قال لي هيك كلام. أنا نبهتكم على الشغلة سيدي، بس أنتوا ما رديتوا علي. هذا أبو حمدي ما ممكن تاخذ منه تفاحة من بستان وغصب عنه، يمكن تشلحوا البستان كله بالكلمة الحلوة والمساير. يك على قد ما هو جلف ومبين عليه بخيل، على قد ما هو قلبه طيب وكريم. يتكرم ويتباخل على كيفه مع غيرنا مو معنا. ولك بتعرف إذا سمعوا الفلاحين بقصتنا مع أبو حمدي شو بصير فينا؟ ليش شو رح يصير سيدي؟ ببطل حدا يحترمنا، وما عاد حدا يحسب لنا حساب، وبهالصورة بيعرف القائم مقام بيقوم ببدلنا وبيجيب غيرنا. أنا ما حسبتها هيك يا أبو تيسير. ما بده يكون عندك مخ تحسب فيه؟ لسه حامل لي هالبطيخة على كتافك على الفاضي. وهلا شو ناوي تساوي يا أبو تيسير؟ لازم اكسر شوكة أبو حمدي بأي ثمن. بس أبو حمدي شوكته قاسي. لا يا أبو حسين، كل زيتونة وإلى معصرة تعصرها، لا تخاف. دخيلكم يا أبو تيسير، جاجاتي. شو بر جاجاتك ولا؟ يا سيدي ابني الصغير نسي باب الإن مفتوح، أبو الجاجات طلعوا وسرحوا، وفي ناس شافوهن إنه فايتين لحوش المخفى. بقى بترجاك يا سيدي رجع لي إياهم، لأنه ما عندي غيره، صلي سنة عم ربيهم مشان أعيش من بيضهم. بس أنا ما شفت دجاج بحوش المخفر لما فتت. انت شفت دجاج يا ابو حسين؟ ابدا سيدي ابدا. يا سيدي بس في اكثر من واحد اكدوا لي انه الدجاجات فاتوا لحوش المخفر. اذا كل هالقد متاكد انه دجاجاتك بحوش المخفر، اطلع دور عليهم، الحوش كله قدامك. دورت سيدي، دورت اكثر من ساعه ما لقيت شيء. معناته يلي حكالك كان عم يكذب عليه. طيب يا سيدي دجاجاتي وينهم؟ شو بيعرفني انا ولا؟ شلون شو بيعرفك يا سيدي؟ مو انت مسؤول عن امن الضيعه؟ هيك اختلف الموضوع. اذا كنت جاي لهون لتقدم شكوى انه جاجاتك ضاعوا وبدك منا ندور لك عليهم، مندور لك عليهم، وبس نلاقيهم منسلمك ياهم من عيننا هي قبل هي. ما هيك يا ابو حسين؟ مزبوط سيدي مزبوط. سيدي خذوا جاجتين هديه مني الكون ورجعوا لي ثمن الباقيين سيدي. ليش انت كم جاجة ضيعت؟ 10 سيدي 10. ها 10.
شفت شي 10 جاجات فاتوا على المخفر عم يستنجدوا فينا يا ابو حسين؟ ابدا ابدا ما شفت شي دي ابدا. ها شفت؟ ابو حسين ما بيكذب، لو شاف كان قال شفت. ابو حسين تربايتي انا، مربيه على الاخلاق والصدق والامانه والاستقامه. طيب يا سيدي خذوا 3 ولا الكم خذوا 4، انت 2 وهو 2 ورجعوا لي 6 الباقيين سيدي. يا ربي لك شو عم تحكي انت؟ لك ابو حسين؟ نعم سيدي. خذوا دكم الحبس بتهمة الرشوة. اما سيدي امشي معنا. دخيلك يا سيدي، بترجاك بتحطني بالحبس. اخي انا ما ضعني شيء ولا بدي شيء منكم، بس تركوني روح على البيت. الله يخليك يا سيدي. لك شو مفتكر انت دخول الحمام مثل الخروج منه لحتى نتركك هيك بسهولة تروح على بيتك؟ تروح روحك الهي. يا سيدي انا تحت امركم، شو تطلبون مني على راسي من فوق؟ بس تركوني روح على البيت لانه مرتي مصبحه ممسية بدها تولى. يعني معقوله يجي الولد وابوه بالحبس؟ فهمت عليك سيدي. خذ هالكم جديه مصر معي غيرهم. لك شو رجعنا على الرشوه مره ثانيه؟ لك شو انت ما بتستحي؟ سيدي هدول مو رشوه، هدول حلوان المولود الجديد. ها اذا هيك ماشي الحال، اختلف الموضوع 360 درجة. على كافة الأحوال مبروك وإن شاء الله بيربى بعزك ودلالك. الله يعزك يا سيدي. السلام عليكم. تعال هون يا نصاب يا قليل الذمة. قلت لي جاجتين ما هيك؟ سيدي نحن ما حكيت لكم بقية القصة. أنا حكيت لكم عن الجاجتين بس هي نفذ فيهم حكم القاضي. تعال هون أبو حسين تعال. نعم سيدي. وين بقية الجاجات ولا؟ عايشين سيدي عايشين. اليوم بتبعث لي إياهم على البيت ها؟ حاضر سيدي حاضر. بس بتعرف لك أبو حسين؟ نعم سيدي. أنا مبسوط منك كثير. إن شاء الله على طول بتضل مبسوط مني يا سيدي. لأنه هيك أثبتت لي إنه أنت تلميذي عن حق وحقيقي. نعم. وإنه تربايتي فيك ما ضاعت سدى. بس وينك ولا؟ نعم سيدي. اوعك مرة تانية تعملها، لأنه بنفذ فيك حكم القاضي. التوبة التوبة يا سيدي. ها رئيس المخفر أبو تيسير جاي لكم سحارة التفاح يا مولاي. سحارة التفاح؟ ليش أنا معينه رئيس مخفر مشان يجيب لي سحارة التفاح؟ وينه هو إلا؟ واقف برا عم يستنى الاذن بالدخول. خليه يفوت. حاضر. السلام على مولانا القائم مقام المعظم. شو هذا يا ابو تيسير؟ انا معينك رئيس مخفر على ضيعه كبيره منشان تجيب لي سحاره تفاح؟ مولانا سحاره التفاح هي ما لها علاقه بحصتكم من الاتاوات، هي على البيعة مولانا. وين المصاري؟ موجودين مولانا. تفضلوا. ما كان يتقل هالكيس شوي؟ ان شاء الله الكيس الجاي بيكون اتقل وافضل. مولانا دوه التفاحة. مو جاي على بالي التفاح هلا. نهشة وحدة بس. طعمتها طيبة كثير وانا متأكد انه بدها تعجبكم. فعلاً طيبة التفاحة. منين هي؟ يا بيه يا بيه. شو بك شو بدك؟ ليش عم تلهك؟ القائم مقام. شو بو القائم مقام؟ عنا. وين عنا يعني؟ اجى لعنا هو وحاجبه ورئيس المخفر ومعاونه. وشو بده القائم مقام حتى يجي لبستاننا؟ ما بعرف. ليش انا بسترجي اسأله شو بدك؟ وليش لحتى ما تسترجي؟ شو هو يعني بعبع حتى تخاف منه؟ حتى ولو كان بعبع ما لازم تخاف منه يا حمدي، خليك رجال. يا بي تعال انت قابله واساله شو بده وخليني انا على جنب. طيب بسيطه مشي معي تشوف. شرف يا بي شرف. فعلا يا ابو تيسير
أنا بحياتي ما شفت هيك شجر تفاح. شفت؟ ما قلت لكم مولانا؟ يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا سيدي. أهلا سعادة القائم مقام. مولانا هذا أبو حمدي صاحب البستان. أنت يا أبو حمدي فلاح نشيط. وكونك فلاح نشيط عم يطلع عندك هيك تفاح ظريف. يا سيدي نحمده ونشكره على عطاياه. أنت من زمان بيطلع عندك هيك تفاح؟ كل شيء بإرادته يا مولانا، لما بيكون رضيان علينا بيعطينا. لك حمدي أبو حسين. نعم سيدي. لك شو بكون واقفين؟ لك يلا على البستان عبوا كام سحارة لسيادة القائم مقام. لا 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 لا، ما حدا بيقطف شيء. أنا مالي جاي آخذ تفاح. بالعكس كتر خيره أبو حمدي. امبارح بعت لي سحارة تفاح ولسه ما خلصت. أنا حبيت أجي لهون وأتفرج على البستان وبارك لصاحبه فيه. شكرا يا مولانا شكرا. هاي لفت كثير كريمة من جنابك. بكرة بس قطف الموسم إن شاء الله رح أبعث لك شي يرضيك. أنا ما بدي منك شي، هذا رزقك وانت تعبان فيه ولازم مردوده يرجع كله إلك. بس يعني إذا بتشربنا كاسة شاي فمنخجلك. إيه على عيني رح نشربك شاي، بس مو هلق، بعد الغدا مولانا. حمدي. نعم يا بي. الله يرضى عليك، فوت لعند أمك خليها تبلش بالغدا. حاضر يا بي. اتفضلوا اقعدوا يا سيدي، اتفضلوا اتفضلوا. شو بكم واقفين؟ اتفضلوا، يعني اذا سعادة القائم مقام بالذات نفسه قاعد على بسيطة بشو. اتفضلوا يا سيدي اتفضلوا. عود يا ابو تيسير عود، مو وقت الرسميات هلا، بامكانك تعود. حاضر مولانا. اي يا ابو حمدي احكي لي، في حدا عم يزعجك بهالضيعة؟ ما حدا بيسترجي يزعجني يا سيدي. ليش؟ لاني انا ما بزعج حدا، يعني الناس بحالها، كل واحد بحاله، ما حدا له عندي شيء يا سيدي. يعني في حدا عم يتسلل على البستان ويسرق منه شيء؟ ما حدا عم يسترجع يحط رجله بالبستان من غير ما ياخذ اذن على الاطلاق. مولانا مثل ما حكيت لكم هذا جده بزمانه. مفهوم مفهوم. ابو تيسير امر مولانا. ما بدي وصيك الله يرضى عليك، هذا البستان بدها تكون حراسه مشدده عليه، الطير الطاير ما بدي يقرب ناحه، وكل شيء بيعتازه ابو حمدي بتلبوا له اياه فورا. مفهوم؟ مفهوم سيدنا. فعلا يا ابو تيسير البستان بديع وسيماره أبدع. شفته سيدي؟ شفت؟ ما قلت لك رح تنبسط بشوفته؟ بس يا سيدي ليش ما خليتني حوش لك شي كم سحارة؟ حاكم هدول تفاحات زراف كتير ما بيلتقى منهم وين ما كان. فعلا انت حمار. اللي بتشوفه سيدي انا حمار حمار، بس يعني يا ريت يا سيدي تقلي ليش انا حمار، بشو غلطت؟ رح اقول لك ليش انت حمار. تفضل سيدي. خير ابو حمدي؟ ليش نمت برا مع انه كان في قرصة برد مبارحة؟ ليش انا نمت؟ ما اجاني نوم، قلت لحالي اطلع اقعد هون، قمت ظليت برا. فيها شي هاي كمان؟ لا ما فيها شي، بس يعني مالك بالعادة؟ عادة اول ما بتحط راسك على المخدة بيوصل شخيرك لاخر الضيعة، ما بتفيق الا لأذان الصبح. هلق انا اللي بشخر ولا انتي؟ ها؟ صحيح انه الجمل ما بيشوف حردبته. فوتي فوتي كملي شخيرك فوتي هلق. ابو حمدي شبك؟ شو اللي زعجك؟ احكي لي فضفض عن حالك بركي بترتاح. ليكون حمدي زعلك؟ حمدي؟ حمدي الله يرضى علي بحياته ما زعلني. إلا كان شبك؟ اخ يا محمدي اخ، شو بدي احكي لك؟ لاحكي لك، زيارة القائم مقام امبارح لبستاننا ما عجبتني مناوب، قلبي ناقزني منها يا ام حمدي. هلا زيارة القائم مقام هي اللي قلقتك وما عم تخليك تنام وتكمل شخيرك؟ لك لو كان عندك عقل يفهم كنت شرحت لك ليش خايف من هالزيارة، بس شو الخواص ما رح تفهمينها قد ما احكي لك.
طيب احكي لي شوي شوي بركدم بفهم. بعدين انا مالي شايفه بزياره القائم مقام شي بخوف، بالعكس الزياره بتطمن كتير. ليش؟ لانه ما سمعت بإذنك كيف وصل رئيس المخفر يديروا بالهن علينا ووصى ما يخلي حدا يقرب على بستاننا. لك قلت لك ما رح تفهمي، قلت لي بفهم. المهم قومي قومي عملي لي جوزة متي لقلي قومي. حاضر من عيوني ابو حمدي. يا ابو تيسير القائم مقام قدام مني وصاك ببستان ابو حمدي، فشلون بتقلي؟ انت نفذ اللي قلت لك عليه وانا المسؤول. يا ابو تيسير اذا ما كنت خايف من ابو حمدي خاف من القائم مقام، هذا اللعب معه مو شغله سهله ابدا. ولك يا اهبل انا ماني عم بلعب، لك انا بعرف شو عم ساوي. بس ابو تيسير. لك خلاص نفذ اللي قلت لك عليه وبلع لك ولا امرك سيدي. لعبة بقلبك العمى. هزها يا محبوبي هزها، تفح الشام حلو له لزة. هزها يا محبوبي. يا بي يا بي شو بك عم تلهث؟ ها شوفي أنا كم مرة قلت لك لما بدك تجي لعندي لا تجي وانت عم تركض، على شو مستعجل يعني؟ المي. أنو مي؟ المي اللي عم نسقي منها الزرعات. ايه شو بها يعني؟ قطعوها. شو عم تقول؟ انت متأكد؟ هاي جيت من هناك يا بي. ومين اللي قطعها؟ مين بيسترجي يمد ايده ويقطعها؟ مين؟ احكي بسرعة فورت لي دمي يا حمدي. عناصر المخفر يا بي. انت شفتهم بعينك؟ ايه يا بي، ولما سألته ليش عم تقطعوا المي قالوا لي هيك الأوامر. أوامر مين؟ سألته ما جاوبوني، تركوني ومشوا. كان معهم أبو حسين؟ لا يا بي. معناتها الأوامر مش من أبو تيسير. طيب كان معهم أبو تيسير؟ لا يا بي. معناتها الأوامر مش من القائم مقام. والله شي بحير، من مين الأوامر اللي كان؟ يا بي ما في غير إنك تروح على المخفر وتسأل. ماشي الحال، دير بالك على البستان، أنا رايح على المخفر. حاضر يا بي. شو حمدي وين راح أبوه؟ كله تمام سيدي. حدا شافهم وهن عم يقطعوا المي عن البستان؟ حمدي شافهم سيدي. كتير منيح، لأنه هذا اللي بدي أنا. سيدي ممكن تفهموني شو اللي عم تعملوا؟ هذا مو شغلك. مثل ما بدكم، مو شغلي مو شغلي. هلأ بعد شوي أكيد رح يجي أبو حمدي، بأفتح أدنيك ومخك شوي واسمع مني شو بدك تساوي. حاضر سيدي، أوامركم سيدي. وهي هي كل القصة، وأبي راح على المخفر مشان يسأل ليش قطعوا المي عن البستان. يبعث لي حمى على هالمصيبة. فعلا قلب الحر دليله لك ابني. تعرف انه ابوك ما قدر نام ليلة مبارحة وهو قلقان؟ كأنه عرفان انه رح تصير مصيبة بهالبستان. يا رب يا رب تجيب العواقب سليمة. يا رب يا رب. شو هذا يا ابو تيسير؟ شو هذا اللي عملته جندرمة تبعيتك؟ اهلين ابو حمدي. لك شبك شبك قول السلام عليكم. لك يا خيي جاوبني بالاول، شو هذا اللي عملوه رجالك وبعدين بسلم عليك؟ لك شو عاملين رجالي؟ اي قال يعني ما عنده خبر. ومنين بدي ادرى اذا ما حدا خبرني؟ ان شاء الله تكون ما بتعرف مشان تاخذ لي حقي. يا سيدي اليوم اجوا ثلاثه من الجندرمة تبع المخفر وقطعوا المي عن بستاني، بقى بصير هالشغل هذا يا ابو تيسير؟ هلا هذا هو الشيء اللي زعجك ومخليك تترك بستانك وتجي لعنا؟ على فكرة شو أخبار بستانك وتفاحاته؟ معناتها إلك خبر بقطع المي أنت؟ إلي خبر وأنا اللي بعدتهم يقطعوها. أنت؟ وعم تعترف كمان؟ هلا يا أبو تيسير بتأمر رجالك يروحوا يرجعوا المي، شو مفكرين يعني؟ الدنيا فلتاني؟ طول بالك يا ابو حمدي، طول بالك، عرف السبب بالاول وبعدين عيط على كيفك. يا خيي ما بدي اسمع شيء، جيب لي المي للبستان، بعدين انا مستعد اسمعك للصبح. ما بدك تسمع، انت حر. يا ابو حمدي يا ابو حمدي، اسمع شو بدي اقول لك رئيس المخفر والا ما راح توصلوا لحل. طيب، هات لشوف، سمعني حتى اسمعك. لك يا ابو حمدي، انت بتعرف انه السنة ما نزل مطر كثير، والساقية اللي عم تسقي منها بساتينك وبساتين اللي حواليك خفت ميتها وما عاد عم توصل المي لأراضي القائم مقام، فلذلك عطانا أمر لحتى نقطع المي لبين ما يروي بستانه وأراضي
وبعدين نرجع نفتح لكم اياها. يعني القائم مقام هو امرك بهالشيء؟ طبعا القائم مقام اعطاني امر بهالشيء، ليش انا بقدر اتصرف واعطي اوامر من عندي؟ بس هذا مو عدل، هذا ظلم. لا لا يا ابو حمدي، انا هالكلمه ما حبيتها منك بنوب، وكرمال عينك رح اعتبر حالي ما سمعت شيء، وانت ما حكيت شيء. سمعت شيء يا ابو حسين؟ ابدا سيدي. على كل يا ابو حمدي، نحن ما رح نقطع المي عنكم على طول، كل الشهر زمان وبترتوي اراضي القائم مقام وبنرجع بنفتح لكم اياها. شهر زمان؟ ابي يكون زرع كله مات. لك لا يا ابو حمدي، ليش عم تفاول على زرعك؟ ابو تيسير، بدك تفتح المي على بستاني هلق، والا بروح لعند القائم مقام وبحكي له. لا ما عم تهددني؟ افهمها مثل ما بدك يا خيي. ماشي، عقلك براسك وبتعرف خلاصك، روح اشتكي للقائم مقام لشوف شو بده يفيدها. ايه بروح. روح ابو حمدي. ابو حمدي. اي استنى، بدي احكي معك كلمتين. شو بدك انت الثاني؟ لك ما بدي غير مصلحتك. رئيس المخفر قطع المي عن بستانك من عنده، والقائم مقام ما امره بشي. انا متاكد من هالشي، ولذلك انا رايح لعند القائم مقام مشان ياخذ لي حقي منه. يا ابو حمدي، شو بدك بهالروح تعذب حالك طول على الفاضي؟ القائم مقام ماله بمكتبه، راح على اسطنبول مشان يحضر عرس اخته، وبيجوز يطول هنيك 10 ايام يعني. فاذا بدك تنتظره لحتى يرجع ويرجع لك المي لبستانك، راح ينضر زرعك وبيجوز يموت. ليش ما تتفاهم مع رئيس المخفر وترضي؟ بعدين بتروح على بستانك بتلاقي المي رجعت لك. ارضي؟ بشو بدي ارضي؟ وليش؟ يعني ما حلك تعرف طبع رئيس المخفر، بطنه كبير وعينه ضيقه وحسود وما بحب الخير لحدا. شايف موسم التفاح عندك السنه كويس وراح يدر لك ارباح منيحه، فحب يلحس اصبعته من الارباح. بقى زدت له قرشين وسكته فيهم مؤقتا يعني، وبعدين بس يرجع قائم المقام من اسطنبول ابقى اروح لعنده واشتكي مثل ما بدك. ابو حمدي، هاي الشغله ما بدها تفكير، زرعك هلا اهم من كل شيء. وقديش بده ليرضى؟ ما بعرف، فوت لعنده واتفق انت وياه. فوت لك فوت. طيب لك فوت، خلصني. يخزي العين عنك يا ابو حمدي، هلا لحقت تروح على اسطنبول ترجع بهالسرعه؟ ابو تيسير، قل لي بصراحه قديش بدك؟ برافو عليك يا ابو حمدي، هلا بلشت تفهم وتعرف وين مصلحتك. لك يا خيي، قل لي بصراحه بدون هالمقدمات، قديش بتريد؟ مستعجل بدي اروح على البستان. انت كريم ونحن بنستاهل يا ابو حمدي. طيب تفضل. شو هاي؟ ليره ذهبيه شق في وحده. هالمرة ما حسبت صح يا ابو حمدي، زرعك بيساوي اكثر من هيك بكتير. لكن قديش بدك يا ابو تيسير؟ 10 ليرات عصمالية، ليرة تنطح ليرة. 10 ليرات عصمالية؟ ما حذرتش منوب. انا مستعد الحق القائم مقام لاسطنبول، ومش مستعد اعطيك 10 عصماليات. بدك تلحقه الحقه، انت حر. طيب ماشي الحين. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير أبو حمدي؟ أبو حمدي، لك فهمني شو القصة؟ الفلاح أبو حمدي صاحب بستان التفاح يلي جنابك زرته، واقف برا عم يطلب الإذن بمقابلة جنابكم يا مولاي. الظاهر طفله سحار التفاح وجايب لنا إياها بنفسه، خليه يدخل. أمرك مولاي. السلام على مولانا القائم مقام المعظم. وعليكم السلام والإكرام، أهلا أهلا بالفلاح النشيط، شو أخبارك؟ والله يا سيدي أخباري لا بتسر لا عدو ولا صديق. لا 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 لا، خير يا أبو حمدي خير؟ البستان صار له شيء؟ رئيس المخفر يا سيدي قطع المي وطلب مني 10 عصماليات لحتى يرجعها. قطع عنه المي؟ وشلون هيك بيتصرف بعد ما نبهته وقلت له انه يدير باله عليك وعلى بستانك؟ هو عم يقول انه جنابكم امرتوه بهالشيء. انا امرته بقطع المي عن بستانك؟
هو هيك قال لك؟ يخرب بيته، يخرب بيته، شو كذاب ومفتري. بقى يا مولانا، أنا جاي لعندك وكل أمل إنكم راح تحاسبوه وتأمروه يرجع يفتح المية من جديد. طبعاً 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 لازم نحاسبه، نحن لا نرضى أبداً بمثل هذه الأعمال الشنيعة ولا نسكت عنها. أعانك الله على فعل الخير يا مولانا. إيه يعني بس لحتى نحاسبه لازم نتأكد أنه فعلاً قطع المي عن بستانك، ونتأكد كمان أنه طلب منك 10 عشمليات لحتى يرجعها. التأكد من هالشي سهل كثير يا سعادة القائم مقام، ابعثوا حاجبكن لبستاني أو أي حدا من رجالكن يشوفوا المي. هو شغلة قطع المي مو مشكلة، ممكن نتأكد منها بسهولة، بس شلون بدنا نتأكد أنه طلب منك 10 عشمليات؟ عندك شهود؟ كان حدا واقف معكن وسمعوا هو عم يطلب العشمليات؟ لا ما كان في حد. لا هيك ما صار في مشكلة، لأنه إذا بعته أنا وجبته لعندي وسألته أكيد رح ينكر، وساعتها ما رح نقدر نوصل للحقيقة. الحقيقة يا سيدي هي مثل ما عم أحكي لك، أنا مستحيل أكذب يا سيدي، ومالي مصلحة أفتري على رئيس المخفر. شوف هو أنا عندي طريقة أقدر أكشفه وأمسكه بالجرم المشهود إذا كان مذنب، بس إذا كان لنفرض طلع بريء ممكن ساعتها يتهمك بالافتراء. صدقوني يا مولانا انه طلب مني مصاري، اقسم بالله يا سيدي. انا مصدقك مصدقك يا ابو حمدي مصدقك، بس لنفرض جدلا 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 لنفرض يعني اذا طلع بريء انت مستعد تدفع له شرفيه؟ مستعد اعطيه اللي بده اياه اذا طلع بريء. بس قولوا لي جناكن الاول، شو هي الخطه يلي راح تكشفوا فيها يا سيدنا؟ شوف يا ابو حمدي، نحن رح نعطيك من عنا هال10 عشمليات، ورح نبعث معك 2 من رجالنا حتى يكونوا شهود معك من غير ما يدرى فيهم رئيس المخفر. بتروحوا لعنده وبتفوت انت بتعطيه المصاري، وهن بيوقفوا على الشباك وبيتفرجوا وبيشوفوا شو رح يصير، منشان بعدين يشهدوا بالحق وباللي شافوا. أنا موافق ومستعد أعطيه الشرفية يلي بده إياها إذا طلع بريء. يا حاجب، مين ابو حمدي حبيب القلب؟ ولك 100 أهلين وسهلين فيه، لك انت احلى فلاح بهالضيعة. خير؟ في حدا معتدي على بستانك لحتى جاي لعندي؟ شوف ابو حمدي، اذا حدا بيسترجي يعتدي عليك او على بستانك بدي احسب الله ما خلقه. انت حبيبي، انت غالي علي، بعدين مولانا القائم مقام موصي فيك شخصيا. ابو تيسير حاجتك لف دوران، تفضل مسيك من ايدي مسيك. شو هدول؟ ال10 عشمليات يلي طلبتهم مني مشان ترجع تفتح المي على بستاني، لانه بصراحه انا رحت على البيت يعني راجعت نفسي ولقيت انه اذا بدفع لك ال10 عشمليات بكون انا الكسبان. تفضل هي الذهبات قدامك، بقى يا ريت تبعت حدا يفتح المي. ابو حمدي شو عم تحكي انت؟ شو 10 عصبليات ومي؟ انت شايف منامشي؟ شوف ابو تيسير، اذا كنت عم تراوغ مشان ترجع ترفع السعر ترى انا ما عاد اقدر ارفع ولا ليرة زيادة، واذا ما تقبل بهذول ساعتها والله انا مضطر روح لعند مولانا القائم مقام واحكي له كل شيء، واذا القائم مقام ما انصفني رح اروح وقابل الوالي. لك شو ارفع سعر ونزله؟ ابو حمدي شو عم تحكي انت؟ فهمني. لك مش قلت امبارح طلبت مني 10 عصمليات مشان ترجع تفتح المي على بستاني؟ انا؟ معقولة انا اعمل هيك فعل شنيع؟ يخرب بيتك يا ابو حمدي، ولك انا ممكن اعمل هيك شغلة مع اي واحد بهالضيعة، بس معك ما بسترجي. لك شو نسيت يا ابو حمدي انه مولانا القائم مقام شخصيا وموصي فيه؟ بعدين تعال قل لك، مين قال لك انه المي مقطوعه عن بستانك؟ هلق لا تخوثني يا ابو تيسير، انا شفتها بعيني مقطوعه واجيت لعندك مشان ترجع تفتح المي، طلبت مني 10 عصمليات لحتى ترجعها. لك اسمعوا على هالسمع، اسمعوا لك، اكيد انت بلشت تخرف يا ابو حمدي، روح على بستانك وشوف كيف المي عم تخدق خدق فيه. لك يا ابو حمدي معقوله انا اجي لعيني واقلعها؟ انت حبيبي،
بعدين القائم مقام قلت لك موصي فيه، خذ مصرياتك خذ. سيدي هذا كل شيء سمعته بين ابو حمدي ورئيس المغفر. ورحتوا على البستان وتاكدتوا انه المي ما لها مقطوعه؟ نعم مولانا، رحنا وتاكدنا. صرف انت وياه، يعطيكم العافيه. شو يا ابو حمدي؟ هي رئيس المغفر طلع بري؟ اقسم لكم بشرفي يا مولانا انه كل شيء قلت لكم اياه كان صحيح، واني ما كنت عم بكذب يا سيدي. هو اعترف لي بعظمه لسانه انه قطع المي، وهو بعظمه لسانه بعد طلب مني المصاري يا سيدي. شوف يا ابو حمدي، انا هلا ممكن احطك بالحبس بتهمه الافتراء على رجل من رجال قائم مقام، يعني الافتراء علي شخصيا، بس لاني بحبك ما راح احبسك، ويمكن اكتفي بس بتنفيذ الاتفاق اللي كان بيناتنا، واللي اول شرط اخر رضا، مو هيك يا ابو حمدي؟ هيك يا مولانا هيك. مولانا رئيس المخفر برا بيطلب الاذن بالدخول. عال اجابته خليه يدخل. امرك مولانا. السلام على مولانا القائم مقام. وعليكم السلام. يخرب بيتك شو انت هون؟ ولك شو جاي تكمل تمليك علي؟ شو الموضوع يا ابو تيسير؟ يا مولانا، هذا الرجل اجى لعندي على المخفر، قال انه انا قاطع المي عن بستانه وما برجع له المي لحتى يعطيني 10 عصمليات ذهبيه. يا مولانا هذا بده يلطخ سمعتي ويسوي صفحتي قدامكم. طمن يا ابو تيسير، انت ما حدا بيقدر يلطخ سمعتك او يسوي صفحتك قدامنا. انت سمعتك عنا مثل المسك وصفحتك ابيض من البياض. الله يخلينا ياكم يا مولانا ويقدرنا على خدمتكم وخدمة أهل الضيعة الدراويش. نحن درينا بموضوعك مع أبو حمدي، لهيك جبنا لعنا مشان نحقق معه. دريتوا؟ معقولة مولانا دريتوا؟ أنا لسه ما حكيت القصة لحدا. فعلا يا مولانا أنتوا ما بتخفى عليكم خافية. إيه معلوم معلوم. وطالما دريتوا بالقصة يا مولانا، فأنا بدي تأخذ لي حقي من هالإنسان المفتري هذا يلي حاول يهين كرامتي، ولذلك أنا بدي شرفيتي يا مولاي. وقديش بدك شرفيتك؟ بدي البستان يا مولاي. لا إن شاء الله دخيلكم يا سيدي، كل شيء إلا البستان. خذ روحي يا سيدي الله يخليك، بس البستان تكون يا سيدي. لا تخاف لا تخاف، أنا ما رح أخذ البستان منك بلاش. صحيح أنت حاولت تأذيني وتضرني، بس أنا بدي أكون أحسن منك. أنا رح أعطيك حقه 100 عصمليه. وهيك يا أبو حمدي بيكون أبو تيسير ما خلى حدا يعتب عليه. هلا بتروح أنت وياه على المخفر بيدفع لك 100 عصمليه وأنت بتتنازل له على البستان. يلا الله معكم. وعلينا وبتاعنا. شهود حبيبي. أيوه برافو عليك، تفضل حبيبي. وهي توقيع الشهود أعطيه لأبو تيسير. تفضل ابو حمدي. تعا ابو حمدي تعا وقع لي على هالتنازل عن الارض. لك شباك اضحكوا. يلا حبيبي وقع لي هون الشهود. لك يسلموا. وهي البيت عصبلية. تفضلوا مولانا، هذا تنازل أبو حمدي عن البستان إلي، وكمان عندك تنازلي عن البستان إلك، وكل شي صار مثل ما بتأمره بالضبط. هيني عفارم عفارم عليك يا أبو تيسير، أنت فعلا رجل ذكي ونشيط ومخلص، وأنا رضيان عنك كل الرضا. رضاكم يا مولانا هو أقصى مكافأة بطمح لها. حيجة حيجة حبيبتي حيجة، يسلموا دييتك الله يرضى عليكي. عطيني البشكير حاكم، مش ناقصني تقشيب يدين وتقشير جلد، الشمس ذبحتني طول النهار. عجلة يا حبيبتي، شو بكاي؟ يلا جاية. ليش هيك انت بصلتك محروقة؟
قال بصلتي محروقة، قال مش بصلتي المحروقة، بشرتي المحروقة. تفضلوا هاي البشكير. بتعرفي يا أم زعيل، لو هالشباب يلي بيروحوا على المسابح مشان يقمروا ويحمروا وجههن حتى يصير لونهم رونزي، مش أحسن يعني لو يجوا ويقفوا حدي بهالحقل شي ساعتين زمان بهالشمس الحرقة؟ أحسن وأسرع بعد يقبشوني قبش. هلأ شو بدنا بهالحديث؟ قلي بدك تاكل ولا ما بدك تاكل؟ حاكم أنا خورت من الجوع. إلا بدي أكل، ليش غسلت إيدي لكاني؟ وين الزويدة؟ وليش الزوادة بقى؟ قال ليش الزويدة؟ شو بدنا ناكل لكين؟ ضفادع من النهر بورق شجر ولا قرة وخبيزي من حفيف الساقي؟ لا سيدي ما حذرت، لأني عاملت لك طنجرة مجدرة بتستاهل بقي. بتستاهل بقي أو فمي مثل ما بيقولوا المصريين بالمسلسلات. وعملت لك بقى سيدي فوق طبقة بصل يابس ريحته بتفتح النفس. ريحة البصل بتفتح النفس انت ثاني؟ هلأ كل ما حكيت كلمة بتطلع لي سنجع عرض. خلصني بقى رح أموت من جوعي. فشر الجوع يا حبيبتي، ان شاء الله يجوع الجرباو ولا تجوع انتي. دخيلك انت وحكيك يلي بلا طعمه. حكي يلي بلا طعمه. وهي قاعده في سلطه يا ترى؟ لا بس في لبن غنم. طيب مش احسن لو قشرت كم خيوره ورشيت نعناع وعملت لبن بخيار؟ وانت اللي قلت هاي خيار. يلا اشرب وانا بدي سنين توم. ماشي الحال. يا اختي عفاكي روجي يا بدور، النهار وحمضت عجنتنا، عيطي لك صوت لهلنا طور، عنزت ابو طنوس خربتنا. ردي معي ولي لك. عنزت ابو طنوس خربتنا. اللهم هنيون. وانت منهن يا ابو صليح، حموتك بتحبك. قرب جاي قرب، ام زعل طوبخ مجدر بروز. ايه وانا اللي برب ليش لا؟ شو يا ابو زعل؟ ايه وين ما عاد حدا شافك؟ طب قلي انت وين غاطيت؟ وين غيطت يعني؟ في خير بهالارض؟ خير بس شايفك عم تغني وتاكل ولا على بالك. صحيح صحيح، بس عم غني من وجعي وهمي يا ابو صليح، وعم باكل تفشيش مش عن جوع. خير ليش؟ ما عاش الهم والوجع يا ابو مزعي. ولك يا خيي يلي قاهرني قهر ومخلي عقلي يطير من نفوخي، هو هالدود هالحشرات يلي عم تاكل الشجرات؟ انه منين اجتني هالبلية؟ ما كنتش اعرف يا ابو صليح. اسكوت يا ابو مزعي اسكوت، وانا التاني والله محتار بامر هالدودة. لا ولو كانت دودة وحدة كنا عرفنا نتخلص منها يا ابو صليح، بس المشكلة في حشرات كثير، يعني شي طاير شي زاحف شي بنط على الاغصان شي بيركض على الفروع شي بيقمز على الورق، اشي بجنن يا ابو صليح. انه مين مسلط هالحشرات على بستاني ما كنتش افهم. طول النهار عم بسمع اصوات من هالشجر، وز طز بر فر وطنين وعنين. بجي لهالشجره بهز اغصينها بلاقي شي طار فوق راسها، شي وقع بين رجلي، شي فات لورا نقرتي وبلش يقروصني تحت القماس. مثل شو يعني؟ كمان انا التاني عم بصير معي مثل اللي عم بصير معك. شي بيعرفني؟ شي كثير؟ شي بدي عيد العهد؟ شي بعرف اسمه وشي ما بعرفه؟ باق وبرغش ونماوس ودبان وجراد وزلاقيط ودبابير وعناكب وصراصير وخنافيس وابو مقص وابو برايس وام ابري وبراغيث. العمى على القصة، وليش حبيبتك كل الامام؟ ما بعرف. لا وشي بقرمش الاغصان وشي بياكلوا الورق، شي بياكل الثمر، وشي بيتحلى بالشرش. بعمرك سمعت حد انه بيتحلى بالشرش؟ يعني الموسم معي مضروب من اوله لاخره. ايه والله يا ابو صالح، يا حوين التعب هالرجال بهالارض. طيب انت شو عملت لحتى تخلص منا؟ شو عمل؟ قول شو ما عمل. ايه ما خلى وسيله ما استعملها، وكله على فافوش. مثل شو يعني؟ رح قلك يا ابو صالح. مثلا
اول ما خطر عبالي اني جايب صمغ وادهم فيها الاغصون. صمغ؟ اي صمغ. قلت لحالي اي حشره طايره ولا زاحفه بمجرد ما توقع على هالصمغات رح تلزق وتموت. طيب وشو كانت النتيجه؟ النتيجه ما استفدت شيء، لانه اذا علق الباق الصراصير ما بتعلق، واذا لزق البرغش الجراد ما بيلزق بعدين. الدود يلي بقلب الجوزي او التفاحه بدين بده يلزق او يعلق منين؟ ما هو علقان جوات التفاحه من وقت ما الله خلقه. تفضل. يسلموا. ايه وبعدين؟ بعدين يا مرحوم الوالدين قلت لحالي هالصمغ مش نافع يا ولد، دهون الفروع بالاغصان بالزفت، والزفت ريحته كريهه وبشعه ويمكن ما تقرب الحشرات عليها. رحت بقى سيدي جبت اسطولة هالزفت ومعطت فيها كل هالشجر معط حتى صار منظرها كأنها محروقة حرق. بس كمان ما في فايدة، وهالحشرات مثل يلي أكلوا الطعم عملوها على السنارة. لا وغير هيك صارت العصفير تلزق على الدبق يا خطي. شباك عم تتصهصل وتضحك؟ ما بعرف والله، كأنه هو نافد من هالمصيبة. لا والله يا أم مزعل مالي نافد، بس وأنا جاي لعندكم اجتمعت بأم مرعي مصطبة، ومن حديث لحديث قال لي إنه دائرة الحشرات بدها تفتح بعد يومين. إيه وشو يعني؟ يعني هالدائرة عندها علم بكل المواضيع ويمكن تفيدنا بمكافحة الحشرات الضارة. يا ليت يا أبو صالح يا ليت، حاكم التوت عم يهر وحبة الجوز مش عم تكبر، وقدها قد حبة الحمص وصفرة بعد. انت شوف الرمان والزيتون والخوخ كله عم يهر يا حسرتي. ان شاء الله بسيطة يا ام مزعيل، بكرة انا وبمزعيل منروح على دائرة الحشرات ومنشوف رأيون، بركي يكون خلاص على ايدون. ما منقول الا ان شاء الله. يا سلام هالمجدرات طيبين كتير، اسلموا دياتك. صحتين وهنا يا ابو صالح. زود بعد يا ابو صالح، قال العدس والبرغل مسامير الركب هيك بيقولوا. كفى رب العباد، بس هلا بدنا كاس الشاي نشطف المعدة ونقش الزفرة. على عيني وراسي، انت بتأمر يا ابو صالح. نعم سيدي، نحن بالخدمة سيدي. تفضل تفضل. نعم سيدي، وعلى أتم الاستعداد لمساعدة كل الفلاحين. لا سيدي لا، مو بمجال واحد، بكل المجالات. لكن سيدي الوطن وطننا. مع السلامة. مع السلامة سيدي. أهلا وسهلا، تفضلوا مروا. يا سيدي قبل كل شيء ألف مبروك على هالدائرة اللي فتحتموها، وسجيل الشكر يعني للحكومة على هالاستفقادة اللي اجت بمكانها مزبوط، حيث انه ضيعتها للحرداوني محرومة من شغلات كثيرة. ومنتمنى يعني هيك من جنوبكين انكن تهتموا فينا الاهتمام الكافي. يا سيدي آنست وشرفت. بس مين بتكون حضرتك؟ انا فلوح عودي من تل الحرداوني، تولد 1947 انا، واسمي بو مزعل مزروب، وهذا رفيقي بو صالح، رفيق عمر يعني، بو صالح ردبي فلوح وكادح شعبي. اهلا وسهلا فيكم. يا سالم جيب القهوه. ايه سيدي بشو بقدر اخدمكم؟ الحقيقه اللي احنا جايين نسالكم شو بتقدروا تفيدونا؟ انتم من شو عم تعانوا بالضبط؟ يا سيدي قبل كل شيء الموضوع الذي هو محطوط على النار مثل ما بيقولوا يعني، هو انه الحشرات هلكتنا واكلت الاخضر واليابس. الشجر ما عم بيحمل يا جناب المدير، والورق عم بيتبخش تبخيش. طيب يا أخ حردبي، هاي الظاهرة عامة ولا بس ببستانا؟ لا والله هالشي ظاهرة عامة عم بيحصل مع كل أهل الضيعة. بسيطة، إذا كان هيك لا تخاف. إيه يا جناب المدير، إذا بتحبوا تشوفوا بعينكم تعملوا كشف بيكون أحسن. ليش لا؟ كمان بصير. تسلموا دياتك. أهلا وسهلا. وأنتين تحبوا تفضلوا لعنا يا أستاذ؟ هلا خير البر عاجله. ما فيش مالي. تفضلوا تفضلوا. لا 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 يلا تفضل.
يا سيداي تفضلوا اوعكين اوعكين تتفركشوا بالحجار. هاي بستانه يا سيداي، شوفت عينك، شوف يا سيداي الورق كيف مهري هراي ومتاكل اكل. يا الهي فعلا الشجر متاكل اكل. وشوف هالشجره، شوف شو صاير بحلته، قسما بالله بتقطع القلب. كانت كل سنة تحمل 10 سححير، هالسنة لا عاد جابت ولا عاد حملت، كأنه أخذي لا تأخذني حبوب مانعة أو مركبة لولب. فعلا هالشجرة مريضة وبجوز تنقل العدوى لكل شجر الضيعة. بس في حل لهالأمراض يا حضرة المدير؟ ولا يهمكن، طبعا ما في شيء إلا إله حل. لكن ليش نحن هون؟ من شان مكافحة الآفات والحشرات الضارة. بتحبوا تشوفوا الزيتونات وشجر الدراق والخوخ والتفاح؟ الله وكيلك، الشجرة بدول ما تطول وتشمط طاول لفوق عم تخسر، عم تبشع مثل الكلب الجربوني. تفضلوا لورجيكي، تفضلوا. ما في داعي شوف شي، خلص أخذت فكرة كافية عن كل شيء. يعني ممكن نتخلص من الآفات والحشرات الضارة يا حضرة المدير؟ طبعاً بكل سهولة، وأنا تعينت خصيصاً هون لمكافحة الآفات والحشرات الضارة. وإن شاء الله إن شاء الله بعد أسبوع رح نوزع عليكم كميات كبيرة من المبيدات الحشرية لحتى تستخدموها وتخلصوا من هالهم. شبكن عابسين يا جماعة؟ لك اضحكوا اضحكوا، لك ما خربت الدنيا. يلا السلام عليكم. الله معك. الله يديمك فوق راسنا يا حضرة المدير. مع السلامة يا حضرة المدير. إلهي إلهي ينصر حكومتنا الرشيدة ويعزها بعز إلهي. آمين. يلا يا شباب آمين. يلا انحلت المشكلة خلص، كل واحد يروح لشغله. يلا تفضل معي، تفضل معي يا أبو صالح. يلا عم قلك يا سيدي، يلي شفته بعيني ما بيتصدق. شو الحكي لهالدرجة؟ لك يا سيدي، لا والنكتة إنه ضيعة تل الحردوني هي المصدر الأول والأساسي لكل أنواع الفواكه والأشجار بأنواعها. طيب شو المطلوب هلأ؟ المطلوب سيدي رفع الميزانية لشراء المبيدات الحشرية والسوائل المرشوشة قبل ما تتفاقم الحالة وتصير آفة حقيقية. أعوذ بالله، شو آفة أنت التاني؟ لك سيدي إذا سكتنا وما تصرفنا بسرعة راح نعاني من أزمة إنتاج بتهدد اقتصاد البلد. بس أنا اجتماعي مع السيد الوزير وافقنا على ميزانية لا بأس بها، محولنا لكم الاعتماد الأسبوع الماضي. مظبوط سيدي، وهذا الفضل بيرجع لكم. بس المبلغ تافه يا سيدي، يا دوب يشتري مبيدات بتكفي 5 مزارع مو لضيعة كاملة. يعني فكرك نرفع الرقم؟ لازم ترتفع الميزانية سيدي، لأنه المبيدات الحشرية اللي عنا يا دوب تكفي 10 مزارع، وبساتين الضيعة وأراضية البقيانة ما رح ينوب شيء. طيب انا رح اشوف السيد الوزير واشرح له الوضع. الحقيقه وما بخفيك سر، انا من مده يومين بعثت لجنه للمهندسين الزراعيين ورفعوا لي تقرير بايد كلامك. الحمد لله يا سيدي انه اجى كلامنا مطابق. انا غايه القصوى يا سيدي هي خدمه البلد، وصدقني يا سيدي كل ما اخشاه انه تضعف ثقه البلاد المستورده لانتاجنا ويرجعوا لنا البرادات والشاحنات بحجة انه مدودة لا سمح الله، او غير مطابقة للمواصفات، او غير صالحة للاستهلاك البشري. لا لا ان شاء الله بتعدي المشكلة على خير ولا يهمك، وانا بوعدك اني ارفع الميزانية ان شاء الله. كتر الله خيركم يا سيدي لهالدعم، وخصوصا انه انا معين جديد مدير لدائرة مكافحة الحشرات، وانا كل املي انه بيض وشي قدامكم سيدي. اي طبعا، بعدين ما احلانا والله ما نعرف نوقف بوش كم برغشه وكم عته ونخليهم يغلبونا، ما احلانا. يا سيدي هالمادة ألمانية وفعالة كتير، بتقضي لك على كافة الحشرات بمختلف أنواعها. وإن شاء الله مو غالية. والله إذا كانت طلبية محرزة والكمية اللي بدك إياها منيحة فالسعر رح يكون أرخص حتما. قديش بدك حضرتك؟ بدي كمية منيحة. قديش يعني؟ 5 جالونات 10 جالونات قديش بالضبط؟ يعني بدك تقول 250 جالون. هاي طلبيتي، وإذا عجبني التعامل معك
بدي أخذ 500 جالون. أيوة أيوة أيوة، هلأ فهمت. موجودة الكمية عندك؟ مو مشكلة، مأمني. لكن ليش دقرت؟ لا لا ما دقرت، بس عم أصفن قديش بدي أحسب لك الجالون. والله بدك تعمل لي خصم محرز، لأنه عالطالعة والنازلة بدي أخذ من عندك ورح صير زبونك. ولمعلومك الشغلة بإيدي، لأنه أنا مدير مكافحة الحشرات بتل الحردونة. يا سيدي أنعم وأكرم. بقى شو قلت؟ راح أحسب لك الجالون بألفين ليرة، وصدقني عم بيعه أنا بألفين وتسعمية ليرة، بس بما أنه كميتها كبيرة عم بيعك السعر أقل من سعر الجملة بكتير. لا هيك ما بيمشي الحال بنو. ليش بقى؟ بدك تنزل لي بالسعر أكتر من هيك بكتير. أكتر من هيك؟ على حساب خصمت لك 30%. إيه بدك تعمل لي خصم 40%. 40%؟ هيك عم تجرمني كتير. لا عم بجرمك ولا شيء. بدك لحتى نتكل على الله، ما بدك السلام عليكم واستور ما شفت مني. يعني ما بعرف شو بدي اقول لك اخي. ما بدي حير المساله، انا ماني جاي لعندك لاخذ جالون وجالونين. انا معتبرك المورد الرئيسي للدائره تبعنا وانت الكسبان. طيب ماشي الحال، اتكلنا على الله. إيه بس بدي اقول لك على شغله بدي اياها تضل بيني وبينك. تفضل. شلون بدك تحسب لي الفاتوره؟ ما فهمت شو قصدك. يعني يلي بقصده انه المصاري ما رح ادفعها من جيبتي، الدولة هي اللي رح تدفعها. ايوه 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 هلا فهمت شو قصدك. يسلم لي حديثك. بقى بدي منك اني ضل على سعري الاولاني، ما هيك؟ لا بدك تضيف 500 ليرة على السعر. يعني 2500؟ نعم 2500، وبموجب فاتورة نظامية وبخط ايدك كمان. مو كتير 2500؟ لا مو كتير. يعني لحتى نكون منطقيين اكتر خليها ب 2300. ما في مانع، بس المرة التانية غير هيك بنوبها. قول ان شاء الله. اصبح رح جهز لك شيك على حساب، وانا رح اجهز لك الفاتورة. تكرم عينك. تحت التفويحة إلك عود سنة وشهرين، تحت التفاحة ما يذوق الروحة. على العافية يا أم سهيل. أهلين بو صالح. وعليكم السلام. ما بدك تروح معنا؟ لوين يا مهوين؟ بدنا نستلم الدواء تبع مكافحة الحشرات. شو هالحكاية؟ بلشوا يوزعوا؟ شو هالحكي؟ من امبارح بلش التوزيع. والله بينتوا مدير هالحشرات، يعني زلمة ما كذب خبر. ما بدك تروح معنا هلا؟ شلون ما بدي روح؟ أنا أكثر واحد متضرر من هالقصة، قد ما بدي روح. يلا يا شباب يلا تفضلوا. مصطفى الحسين. حاضر. خذ بيدونين. سعيد محمد علي. حاضر. شيل. ابو مزعل مزراب. حاضر. انا ابو مزعل مزراب. تعال شيل البيدونين تبعك. يلا يلا بسم الله. ابو صالح حردبي. حاضر بين الايدي يا حضره المدير. شلون بدنا نستعملهم هدول يا حضره المدير؟ هلا لكل واحد فيكم بدي يعيدوا افته. ما تاخذناش يا سيدي، نحن ما كناش موجودين. نحن طيب بتجيبوا تنكه مي ساعه 20 لتر وبتخلطوها بمقدار كاسه شاي من هالمحلول هذا، وبتجيبوا الترمبة وبتعبوا السائل فيها وبتبخوا الشجر مرة أو مرتين كل أسبوع، وصلى الله وبارك. منيح هيك؟ بسيطة كتير. هاي هي الشغلة يعني؟ شو لك أنا مفكرة كيمياء الشغلة؟ شو بصير بعدين يا حضرة المدير؟ الشجر بصير يزهر ويكبر ويحمل. يعني الحشرات بتموت؟ لك لك ما بتموت؟ هذا الدواء مفعوله كتير كبير. حلو كثير. يلا جاسم ابو هدبه. يلا خذ يا جاسم، خذ حصتك يا جاسم ابو هدبه. منيح هيك يا ابو مزعل؟ وك هذه كاسه شرب، مدير الحشرات قال كاسه شاي، روحي جيبي كاسه شاي. قوام يا ام مزعل. ليش لروح اجيب كاسه شاي؟ هي من نقصها شوي وبيمشي الحال. هيك قاولتك امليح هيك بصير. كمان منيح هيك؟ اي ادلقيها بالتنكي، ادلقيها لقلك. حلو كثير كثير حلو. ها.
عم يصل هون. ايه. هون في حشرات هون هون. وين؟ هون. هون. مش شايف ملاح. العتب على النظر. طيب. هونيك عم يصل للفرع الفوقانة. ايه ايه. تعبت يدي اعملي هايك انتي. اعملي هايك. يلا يلا اشتغلي. يلا تشوف. ملاح. اي والله وصل. شو هر على راسي. يا سيدي قال لي الصانع انه بدكم ياني بقى خير. شو موضوع؟ ما في الا الخير، بس لازمنا طلبيه ثانيه من مبيد الحشرات اللي بعثنا منه. ما شاء الله. وكان ما حل طلبيه الاولانيه تخلص بعدين الاسبوع لسه ما خلص. حابينك تستغرب، بس شو بدنا نعمل؟ بساتين تل الحردونه اكلت دود والحشرات عم تنعف فيها نعف. ايه شو عليه؟ قديش بدك هالمره؟ يعني بدك تقول شي 300 برميل. 300 برميل؟ لك ايه. بعدين ما قلت لك من اليوم ورايح ما رح اتعامل مع حدا غيرك وانا طلبيات كتيرة. ها يا سيدي على عيني وراسي، انت بتأمر امر. طيب وقديش رح تحسب لي السعر هالمرة؟ مثل المرة الماضية. ايه لا هيك ما بتوفي. شلون يعني؟ يعني هالمرة بدك تعطيني كاش لأيدي. شلون كاش لايدك؟ ما فهمت. يعني مثل ما سمعت. قديش بدي احط لك سعر البرميل؟ يا سيدي احسبه بالسعر الاولاني، لانه بصراحه خايف بالمديريه يسالوا عن سعر البرميل بالسوق ويلاقوا ارخص ويتفاجئوا بالسعر يلي حطيت لي اياه بالفاتوره الاولانيه. بقى شو بدنا بوجعه هالراس؟ انت احسبه بالسعر الموازي للسوق وعطيني خرجيتي لجيبتي وصلى الله وبارك. بقى شو رايك بهالاقتراح؟ هيك قولك اخي، هيك اضمن واريح. وقديش بدك خرجيه حضرتك؟ 200,000 ليره. 200,000؟ من كل عالك عم تحكي انت؟ والله حبك حبك، ما حبك السوق مليان. طيب طيب مثل ما بدك، يلي بدك يا بيصير. يعني معقولة استغني عن زبون متسم مثل حكايتك بهالسهولة؟ ايه هيك ها، وخاصة الطلبية الثالثة على البواب وانت سيد العارفين. ولك معقولة يا ابو صالح يلي عم يصير معي؟ العمى على هالحول التعيسي، قالوا رضينا بالبين والبين ما رضي فينا. ولك اللي بدي افهمه، انت ليش بتضوج بسرعه؟ الله يعينك علي يا ام مزعل، شو اهوج وعصبي؟ لك شلون عصبي انت الثوني؟ الحشرات كل مالها عم تزيد يا ابو صالح، بالعكس تماما، الحشره عم تسمن وتربرب على الشجر، مثل كانه نحن عم نقدم لها علف. ولك يا ابو صالح، يا ابو صالح، البرغشي صارت قد الفراشي، والخنفسي صارت مثل الخنزيره، وابو مقصر ابو مقصين، والذباني صارت توز وتجعر مثل الطيارة. والله عم خاف قرب على الشجر يا ابو صيلي. هلا اهدا وجاوبني، انت رشيتهم منيح ولا ما رشيتهم؟ رشيتهم رشيتهم مثل التعليمات وازود بعد. ايه اصبح لا تاكل هم، وانا كمان رشيت وصار معي هيك شيء، واهل الضيعه كل الرش وصار معهم مثل الشيء. بس وينك المساله بدهم وقت. قديش بتاخذ وقت يعني؟ يعني على القليلة 15 يوم، هيك أن مدير الحشرات، يعني صحيح للحشرات عم تسمن، بس بعد فترة ما بتلاقيها إلا يعني ماتت وراح تسطيح. ليش؟ لأنه الدواء مفعوله بطيء. والله يا أبو صالح هذا الكلام مش عم يفوت بعقلي بتاتن، يعني هالأدوية خربانة ما لها جنس الفايدة. إيه والله. صحيح يلي عم يقوله أبو مزعل، ما بتتذكر أول العام لما بخينا شجرة التين شلون شفنا النتيجة بعيننا؟ إلا بتذكر يا أم مزعل، الحشرات ماتت بلحظة يلي انرشت. بقى شو عم تقول أنت بطيء ومطيء وعلوك فاضي؟ يعني فكرك لحنا مغشوشين بالدواء؟ إلا مغشوشين وميت مغشوشين بعد، وما في غير هالنصاب مدير الحشرات هو اللي غششنا. إيوة فرضنا يعني إذا صار هيك شو ممكن نعمل؟ قال شو بدنا نعمل؟ قال شو الدنيا فلتاني
ما فيش حكومة يعني؟ ما فيش مسؤولين؟ ما فيش صحافي؟ والله جبتها، ما في غير الصحافي، لأنه بصراحة كلام مدير الحشرات ما أقنعني. أنت بتعرف حدا بالصحافة يا أبو مزعل؟ لا يا مزعل منين يا حسرة، بس لما بقرب الجرايد بشوف صفحات كاملة عن المواطنين وشكاوى المواطنين، يعني في عمود ثابت يومي عن المجارير والسياقات، وفي عمود ثابت يومي عن التلفونات وعمدان الكهرباء، وفي يا ستي ملا انت عمودين ثابتين عن الحفر والجوار، فليش لحتى ما يكون للفلوحين عمود ثابت؟ مش نحن من عمدان هالمجتمع يعني؟ ولا شو يا ابو صليح؟ مشان الله شغل لي فكرك شوي، ولا تخلي مدير الحشرات يضحك علينا، مش حلوه يعني، مش حلوه. لك اخي بيكون الرجال ما له ذنب، يعني هو صانع المواد الكيماويه؟ اخي انا بدي اسهر الليل واكتب رساله موجهه لرئيس تحرير جريده نيسان، العمى على هالحالي، كل ما منروح لعند مدير الحشرات وبنشكي له بيعطينا بدون دواء وبيقول رشوا، صرنا راشين ما فاتح ورزق وما عم نستفيد شيء يا ابو صالح. ليقوموا يضروك من ورا هالرساله، مشان الله يا ابو مزعل انت عندك عيله واولاد. وليش لحتى يضرونا؟ ليش لحتى يضرونا؟ العمى العمى يعميهن عمى، يعني اذا ضيعت لي الحرداون الفواكه تبعها من زاوعه، لكن فواكه مين اللي بتتاكل؟ وينك يا ابو صالح؟ خليك عندي سهران حتى ندبش الرساله، كلمه منك وكلمه مني بتطلع رساله مهمه. ام زعيل الله يرضى عليك جيبي ورقه وقلم. بشو بدنا نفتتح الرساله؟ يعني بنكتب مثلا سياده او فخامه الاستاذ الكبير. لا مش فخامه نكهة. مش فخامه يا ابو صالح، سياده. بنكتب سياده الاستاذ الكبير ابراهيم جرمشي المدير العام لجريده نيسان المحترم. مشي مو استاذ. بعت لي وعد الاستاذ عدنان فالح المحرر بشؤون الريف بسرعه. حاضر استاذ. الو نعم، مين؟ مختار ضيعة تل الحردوني؟ اهلا وسهلا يا اخ، امور شلون؟ يعني كل الضيعة عم تعاني من عدم فاعلية المبيدات الحشرية؟ ايوه فهمت عليك. على كل حال في بين ايدي رسالة بتوقيع اهلي ضيعتكم، عم تتحدث بنفس الخصوص. لا 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 ولا يهمك، نحن مهتمين بالامر. الله معك، مع السلامة. صباح الخير استاذ. اهلين عدنان. الحقيقة في شكوى عامة موقعة من أهالي تل الحردونة بخصوص توزيع دواء لإبادة الحشرات عديم الفاعلية، وبدي منك تهتم بالأمر. إيه ليش لا؟ هلا باخذ سيارة وبمشي ما دام الوقت لسه بكير. بيكون أفضل بسرعة. ماشي، بتأمر بشي تاني؟ الله معك، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عدنان. وعليكم السلام يا استاذ عدنان، يا ميت مرحبا، يا اهلا وسهلا ومرحبا. شو وين بستانك؟ بستاني من هون. بس يا استاذ عدنان، يعني مش شرط تاخذوا بستاني انموذج، لانه الحالي يعني مثل ما تقول عمي مش خاصه. لا معلش، انا حابب اشوف شجر عندك بالاول. ايه على ريحتك على ريحتك، تفضل يا استاذ عدنان. تفضل من هون بستاني من هون. هذا هو بستاني شافت عينك، وهي شجر قدامك. العمى شو هالشجر هاد؟ كله نمل وزياز. صدقني يا استاذ عدنان، هالشجر ما كان فيه لا نمل ولا زياز، وطلعوا لنا على البيعة بعد ما رشينا الشجر بالمبيد الحشراي، وكأنه كان نقصنا كم حشرة جديدة. بسيطة على كل حال، ورجوني بستان ثاني. تفضل على بستاني. شرف. تفضل. دائرة الحشرات تعرف الحشرات بدل القضاء عليها.
الو مرحبا. الله يخليك، بدي احكي مع الاستاذ عدنان فالح لو سمحت. الو استاذ عدنان، يعطيك العافيه، كيف الصحه؟ انا مدير دائره الحشرات بضيعة تل الحردوني، قريت المقال وشكايه الفلاحين فحسيت بالظلم والتجني ومجانية الحقيقة طبعا، وأنا بأكد لك إنه القصة مختلقة من أساسها. صدقني يا أستاذ أنا ما بزل عليك، بس أنتوا كان لازم تتأكدوا من القصة قبل ما تنشروا الشكاية بصحيفتكم. نعم سيدي، نعم ما في مانع عندي، أنا بقابلك وين ما بدك وإمتى بتحب. ماشي ماشي أستاذ، موعدنا غدا ان شاء الله. الله معك استاذ، مع السلامه. انا بحب اكد لك من عندي انه دعوى الفلاحين باطله وهي محض افتراء وتزوير للحقيقه. انا رح اقول لك شغله ويمكن حضرتك قريتها بالجريده. شو هي؟ انا عملت جوله ميدانيه للضيعه وشفت هالشي بعيني. يا سيدي الفلاحين ما عرفوا كيف يستخدموا المبين، فكرن إذا مسك الواحد منهم المضخة ورش كيف ما اتفق بيمشي الحال. لك شو بده يساوي يعني؟ لك يا أستاذ في تعليمات لازم يمشوا عليها حتى يجيبوا نتيجة. هلأ كمان الرش بده معلمية. روقنا أستاذ الله يرضى عليك. أنا مستعد روقك آخر رواق إذا كتبت مقال مضاد. شلون يعني مستعد تروقني؟ يعني إذا رديت على الفلاحين رد بيرجع لي كرامتي وبيطحد دعواهن، فأنا مستعد لأني أعطيك اللي بتطلبه. ولك أنت بتعرف عن شو عم تحكي؟ شبنا أستاذ، يعني شو كفرنا؟ الدنيا كلها ماشية هيك. شوف يا أستاذ، أصابع إيديك مو كلها مثل بعضها، وأنا بعد هذا الشيء اللي سمعته منك مستعد أني ليش شو فهمت مني لا سمح الله؟ أنا أستاذ قصدي أنه فهمان قصدك مزبوط، بقى بلا لف ودوران. وإذا فكرك إنك رح تشتريني بهالعزيمة اللي عزمتني إياها بتكون غلطان. أوف 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 أوف، شايفك أخذت للمسألة أبعاد أكثر ما بتستاهل أستاذ. شوف أستاذ، أنا جاي لهون بمهمة رسمية من جريدتي، وجريدتي متكفلة بكل مصاريف هاي المهمة. بقى الله يرضى عليك، كل اللي بطلبه منك إنه نجرب هذا الدواء بحضورك حتى نتأكد من فاعليته ولا عدم فاعليته. ما في مانع عندي، وأنا من بكرة الصبح بتلاقيني جاهز. ولو أستاذ هذا حقك. ماشي، إذا بكرة الساعة 9 لقائنا ببستان أبو مزعل. يعطيك العافية. لك شو بنا أستاذ؟ شو بك ضايج كتير ومزعوج؟ لك شو ضايج؟ لك قول مهستر، قول جانن، قول رح طق بيكون أحسن. خير 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 لا سمح الله، شو القصة؟ شو في؟ لك تاني هذا الدواء المبيد اللي عطينا إياه، لك عديم الفاعلية بنوب. لك يخرب بيت قلبك، ما هيك اتفقنا؟ والله يا حبيبي انا عندي كميه كبيره، وبصراحه يمكن كون متخوزق فيها لانه انا مستوردها من زمان وما كانت تنباع معي. بجوز على طول مده التخزين خفت فعاليتها شوي. بس هذا الكلام ما بيصير، ما بيصير بنوب. انت بتعرف الصحافه شو كتبت عني؟ بعرف بعرف، قريت الخبر. بس الشاطر يثبت انه هلا شو بدي بيها العلاقه؟ انا هلا بدي انا مبيد فعال، لأنه أنا وعدت الصحافة إنه جرب هالدواء قدام الصحفيين. بقى عندك ولا ما عندك؟ ولا يهمك، أنا رح أسلمك كان بدون مختوم، والمادة اللي فيه بتفتك بجميع الحشرات مهما كان نوعها. عظيم، لك هذا اللي بدي إياه. وينه؟ موجود موجود عندي، ومستحيل ما يعطي نتيجة فورية وعلى الواقف. عم بقول لك قوي كتير، ألماني ما صار له كم يوم جاييني، يعني كاسة شاي تنكة مي وشوف النتيجة. عالي كتير، بس حط لي الدواء بنفس موديل البيدونات اللي أخذناها منك هذيك المرة، يعني ما بدي أي اختلافها. ولا يهمك، أنا بخدمتك. شو بك مزعوج؟ روق أستاذ، ما في شي ما له حل. قلتك بس أنا بفرجيهم لهالولاد الكلب. قال اشتكوا للصحافة. سالم سالم مول أستاذ، أنا بخدمتك. إذا خدمتني هالخدمة يا سالم إلك عندي مكافأة عظيمة. ولا يهمك أستاذ، أنت أموره بس. بيت أبو مزعل المزراب بتعرفه،
بعرفه سيدي بعرفه. بتروح على بيته بالليل بس يناموا، وبتاخد معك البيدونين، وبتفوت على بيت المونة تبعه محل محاطة البيدونات اللي فيها مبيدات حشرية. فهمان؟ فهمان سيدي. وبدون ما حدا يحس عليك بتبدل البيدونات القديمة بهالبيدونات هاي. فهمان شو عم قلها؟ فهمان سيدي فهمان. هاي هي كل القصة. طيب وإمتى بدك كان يروح؟ قلت لك بالليل بعد ما بيناموا. بس خايف يكون عند أبو مزعل كلاب يا سيدي. بتخاف من الكلاب يعني؟ لا تخاف، أبو مزعل ما بيحب الكلاب. يلا خذ البيدونين وامشي. حاضر سيدي. بسرعة. صباح الخير يا شباب. صباح النور. أهلا أستاذ عدنان. أهلا أستاذ عدنان. شو لسه ما أجا مدير دائرة الحشرات؟ والله ما جاش. ها ذكرنا القوط، جانا النوط. هلا أستاذ. هلا أستاذ. يا مين؟ مرحبا حضرة المدير. أهلين. أهلا وسهلا. مرحبا. تفضل تفضلوا تفضل يا أستاذ. يعطيكم العافية يا شباب. الله يعافيك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. اسمح لي يا أستاذ عدنان قبل ما نباشر بالتجربة إنه أنعت هالفلاحين بالجهل والتخلف. لك العمى بقلبكن العمى. لك العالم وصلت للأمر وإنتو مجرد رش غصن أو شجرة ما بتعرفوا ترشوا. لك شو الشغلة، اكتشاف ولا اختراع؟ بعدين إذا كنتوا غشيمين بمعرفة تكنولوجيا الأدوية الحديثة، ولك أنا شو ذنبي لتشتكوا علي للصحافة وتجيبوا معدلي؟ بس نحن عملنا مثل ما قلتلنا بالضبط يا أستاذ. لا سيدي، لك أبو مزعل أنت بالذات لا تحكي، لأنه حشات الذكر ما بتعرف الخمسة من الطمسي. أنا ما بفهمش الخمسة من الطمسي، وليش بقى يبخش القلب؟ يا جماعة هلا شو بدنا بهالمهاترات؟ خلونا نتصرف ونخلص من هالقصة. ماشي الحال يا أستاذ. أبو مزعل روح جيب بيدون من الدواء اللي وزعته عليكم باسم الدولة. يلا لشوف. هذا الكلام السليم. هات البيدون يا أبو مزعل. حاضر يا أستاذ، أنت بتأمر أمر. أبو صالح. نعم. عبي بيها التنكة مي لشوف. حاضر يا حضرة المهندس. يا الله. حاجة حاجة. تفضل. وهي البيدون؟ هات لهون. سيك ابو صالح، هات الطرمبه لهون. يلا ابو صالح عبي لي هالكاسه من هالدواء، بس دير بالك. ها على باش. وهي كاسه دواء مليانه منحطها بتنكه مي مثل ما علمتكم، مزبوط ولا لا؟ مزبوط 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 مظبوط مظبوط. ويكون بعلمكن هذا أقوى دواء على الإطلاق، يعني بيموت أشرس أنواع الحشرات وما إله أي تأثير جانبي على الإنسان، يعني مأمون تماما. يلا لشوف عبوا التنكة بالطرمبة. شوي شوي يا شباب، شوي شوي.
ايوه شوي شوي يا شباب، هذا خطر، الدواء طولوا بالكم عليه. ايوه عجيز، خلاص خلاص بيكفي بيكفي بيكفي. هات هات سكرها. مسيك اشوف مسيك، حملني اياها حملني اياها ابو صالح. ايه استاذي، انو شجره بتحب بخلها؟ بخ هي هي فيها حشرات كتير. اي اي هذه اي بعدو 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 يا شباب بعدو بعدو بعدو, بعدو يا شباب بعدو. شوي شوي استاذ. فعلا يا جماعه الحشرات عم توقع وتموت. طبعا بدها تموت، هذا اقوى مبيد حشري في العالم، شغل المانيا. فعلا يا شباب الحشرات كلها ماتت. لحتى تشوف لحتى تشوف يا استاذ عدنان الكذب لوين بده يوقع. خير 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 يا استاذ، لك طول بالك استاذ، روي يا استاذ يا استاذ. لا انتو خير ان شاء الله خير. شو ابو صالح خير؟ شو صار له؟ يا استاذ يا استاذ البقية بحياتكم، الزلمة مات. شو يعني؟ مات على الخالص؟ ايه والله يا سيدي، الله يرحمه. معناها يا جماعة هالدواء فعال على المزبوط. لك شو فعال؟ كنا بشي صرنا بشي. شو بدي اكتب بالجريدة هلا؟ شو بدكم تكتبوا؟ اكتب الواقع يلي شفتوا، موت حشرة.